لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطور راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم. النهاردة احنا هنتكلم عن الخوف. في حد فينا مش بيخاف؟ في حد فينا ما بيخافش؟ مين فينا ما بيخافش؟ في حد من الموجودين ما بيخافش؟ كلنا بنخاف من ربنا، من حاجات تانية كتير، يعني كلنا الخوف ده يا جماعة شعور طبيعي، كلنا بنخاف. مظبوط؟ طيب النهاردة أنا بتكلم عن الخوف اللي مش طبيعي. الخوف، لا احنا لسه هنتعرض الخوف من ايه يا أستاذ جلال؟ هنتعرض على الخوف اللي مش طبيعي. قبل أي حاجة وقبل ما ابتدي عايزة أنبهكم نقطة مهمة جدا. أنا مش دكتورة نفسية، مش طبيبة، مش جاية أعالج. أنا بتكلم النهاردة على حالة الخوف اللي بتصيبنا كلنا، الحالات الشاذة من الخوف، الحالات اللي مش طبيعية، وإزاي إحنا نقدر نتغلب عليها كبشر وكبني آدمين. فعشان ما حدش يتخيل إن أنا دكتورة وجاي أعالج، لأ، أنا جاية بس نتساعد مع بعض إزاي نكسر حالة الخوف اللي إحنا بنتخيل إن هي خوف وهي مش خوف ولا حاجة، ده مجرد وهم. وهنشوف مع بعض إيه حكاية الخوف ده؟ الخوف ده جالنا منين؟ عليكم السلام يا أستاذة ورد، أهلاً بيكي. والخوف ده إحنا جالنا منين؟ ويعني إيه خوف؟ وشفناه ازاي وعرفناه ازاي؟ بعدم الامان. طيب لسه احنا هنشوف مع بعض كل حاجه عن الخوف دلوقتي. طبعا بيعتبر خوف طبعا. لا خوف طبعا يا استاذه اسماء. خلينا نشوف مع بعض ازاي، ايه هو الخوف المرضي؟ وازاي نتغلب عليه؟ وجايين لنا منين؟ وحكايته ايه بالظبط؟ تمام؟ الخوف ده شيء اساسي وشيء عادي، احنا طبيعي ان احنا نخاف، هي طاقه نفسيه مش مضره. هتبقى مضره امتى؟ لو خرجت عن المألوف وتعدت الحدود، لو لقيت نفسي ان انا شيء في شيء مش طبيعي بيحصل لي، في حاجه بتخليني مش طبيعيه. لكن الخوف الطبيعي اقل واحد يقول لك انا ما بخافش وانا شجاع، لا، اللي بيخاف من ربنا ده خوف طبيعي جدا، وعلى الاقل الخوف بيقربني من الله عز وجل. مظبوط؟ طب احنا اتعلمنا الخوف امتى؟ وعرفنا يعني ايه خوف امتى؟ عارفين امتى؟ من واحنا صغيرين في بيوتنا، من بابا ومن ماما، من كتر حبهم فينا بيخافوا علينا، بيخافوا ان احنا نعمل حاجه غلط، بيخافوا نتعرض لاي اذيه. دايما كانوا يقول لك ايه؟ حاسب النار، ما تبصش من البلكونه هتقع، اوعى تجري في الشارع، اوعى تعدي العربيه، ما تكلميش ولد لا يأذيكي، ما تكلمش بنت لا تضيع مستقبلك. مظبوط؟ مش كلنا اتربينا على الخوف ده في بيوت اهالينا؟ بالظبط. هو مقترن بالحب زي ما استاذ جلال قال، هايل، برافو عليك. وبنتربى عليه من جيل لجيل، بنتربى عليه وبنتعود عليه، بنتعود عليه ان احنا شايفين ان احنا ده احنا في حيز الخطر من واحنا صغيرين، بالكلام، بالرسائل السلبيه، اي حاجه. فاكرين زي ما كان بيقول لك مثلا ايه؟ لو ما سكتش انا هحبسك في الاوضه الضلمه. فتربى، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فتربينا ان احنا نخاف من الضلمه. الضلمه بقت بالنسبه لنا مقترنه بالخوف، بالعقاب، تمام، او اوضه الفيران زي ما استاذ احمد بيقول. مظبوط، برافو عليك. حاجات كتير، وايزه امنا الغوله، ام رجل مسبوخه، حاجات كلها مش موجوده، حاجات كلها وهميه، وده من الخوف والحمايه الزياده لينا من اهالينا، لان هم شايفين ان احنا صغيرين قوي وضعاف قوي وان احنا ما نعرفش نعمل اي حاجه. الاكتر من كده كمان ان احنا كمان اتربينا على معتقدات ان هو ده احنا هنبقى امنين لو خفنا، ان ده امن. حتى الزوجه لما يبقى جوزها خارج تفضل تلحق بتليفونات وانت فين ومش فين، خايفه عليه. طب ما هو ده خوف بيؤدي لمشاكل زياده، بتخاف على ابنها بنفس الطريقه، من كتر خوفي على ابني انا ممكن اضيع ثقته بنفسه. مظبوط ولا لا؟ فبالظبط، فانا من كتر خوفي على ابني انا ممكن اربيه شيء من عدم الثقه بالنفس، شيء من الانفعالات الزياده، شيء من الانطواء، شيء من العزله، تمام؟ فهنا المشكلة عندنا دلوقتي ان احنا لازم ونعم بالله. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على حلقة استاذ محمد موسى، احنا دلوقتي بنتكلم على الخوف المرضي، الخوف الغير طبيعي، الحاجة اللي بتتجاوز الحدود.
انا بتكلم عن الحاجه اللي بتتجاوز الحد، الحاجه اللي بتكون اوفر. طبيعي ان الزوجه تخاف على زوجها، ده شيء جميل جدا، لكن لو وصلت لمرحله الفوبيا والملاحقه بيبقى بيعمل مشاكل في البيوت حضرتك. بالظبط الفوبيا. تمام. طيب خلينا نكمل ونشوف امتى الخوف بيصبح مرضي، امتى بوصل لمرحله اقول انت مريض بالخوف، وصلت مرحله نفسك لمرحله الخوف المرضي، يا ترى امتى؟ ويا ترى ايه هي انواع الخوف المرضي؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه هو الخوف المرضي الاول. طيب الشعور بالخوف الشديد غير منطقي، يعني حاجه اوفر قوي، حاجه مبالغ فيها عند مواجهه موقف معين، لدرجه ان الشخص ده بيخاف من الشيء ده وبيتجنبه باي طريقه. يعني خلينا نضرب مثل بسيط، في مننا ناس كتير بتخاف مثلا من الكلاب، صح؟ تمام. استاذه ياسمين بتقول انا اي حاجه جديده بخاف منها، بتخافي من التجربه، من خوض التجربه. في ناس مثلا بتخاف من انها بورس مثلا، كلب او اي شيء. لو انت بتخاف من واحد بيخاف من الكلب او من فرد، بيتجنب اي مكان يكون فيه كلاب، حتى القطط يتجنب منه ان هو يمشي في اي مكان. ليا صديقه عندها اكتر من 13 14 قطه، هي جت مرضت فجينا علشان نزورها. في صديقه عندي عندها فوبيا رهيبه من القطط، قالت لك لا يمكن هروح ابدا بيتها. انا افتكرتها زعلانه منها، قالت لك ابدا، احاول شمال احاول يمين، اكتشفت ان كل مشكلتها انها مش هتخش المكان ده الا عشان القطط. فده كان نوع من نوع الفوبيات. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه انواع الخوف ونحلل كل جزئيه كده، واللي عنده يا ريت ما نتكسفش، واللي عنده مشكله في حاجه معينه حتى لو مش هيقولها لي دلوقتي نقولها بعدين ونشوف ازاي هنحلها. استاذه سهى هنقول كل انواع الفوبيات، طبعا انا ما قدرتش اجمع كل انواع الفوبيات، لكن حاولت قدر المستطاع قدر المستطاع ان انا الم انواع الفوبيات، وحاولوا تركزوا معايا شويه عشان نشوف ايه هي الفوبيات. تمام يا استاذه. الخوف هو فعلا عدو اول من النجاح، فعلا الخوف اسوا حاجه للنجاح، اللي بيخليك ما بتعرفش تكمل حياتك بطبيعي. احنا ليه اخترت المحاضره دي النهارده؟ لانها لقيتها بتمس ناس كتير، لان احنا كلنا عندنا خوف من شيء معين، كلنا بما فيهم انا كلنا عندنا خوف من شيء معين، لكن الشطاره والقوه والاراده ان انا اقدر ازاي اتغلب على الخوف بتاعي، ازاي اقدر اعدي مرحله الخوف دي. حاضر يا ياسمين، حاضر. احنا عاملين المحاضره دي النهارده مش عشان مجرد ان انا اعرض يعني ايه خوف، لا، عشان نوصل لنتيجه ونوصل للموضوع ماشي ازاي. تمام. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي انواع الخوف. تمام. انا بتكلم دلوقتي على الشيء اللي بيزيد عن حد يا استاذ محمد، استاذ محمد موسى. تاني انا دلوقتي بتكلم عن الشيء الزياده، الشيء اللي هو بيوصلني لمرحله، هنشوف حتى اعراضها بتوصل لمرحله ايه. انا دلوقتي مش بتكلم عن حاله الخوف العاديه، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها، ان ده طبيعي ان احنا نخاف. انا قلت في الاول لو حضرتك مركز معايا وارجع لك بالتعريف، ان الخوف شعور طبيعي جدا جبلنا وتربينا عليه وعادي جدا، شيء زي العطش، شيء زي الجوع، شعور، مجرد شعور. لكن انا النهارده بتكلم عن الخوف المرضي، ولما نرجع للسلايد ده هتلاقيني بقول متى يصبح الخوف مرضي. تمام يا استاذ محمد موسى؟ استاذ محمد تمام. طيب في حد عنده اي اعتراض على اللي انا بقوله يا جماعه؟ انا دلوقتي مش بتكلم على شعور الخوف العادي، انا بتكلم على شعور الخوف الغير طبيعي الاوفر اللي بيوصلني لمرحله ان انا ممكن وليعوذ بالله يؤدي لازمات قلبيه، وده احنا هنتعرف عليه مع بعض. اوكي. طيب الخوف المرضي زي ايه؟ انواع الخوف. الخوف من الحيوانات زي ما انا قلت لكم، برص، صرصار، فار. مش هقول بقى دلوقتي ان انا هخاف من الاسد، ده طبيعي ان انا اخاف من الاسد، صح ولا لا؟ شوفي استاذه سعاد قالت لك الصرصار رعب، العقارب طبيعي ان انا اخاف من العقرب، لكن صرصار، فار، قطه، كلب، دبانه، في حاجات اوفر، في حاجات. عليكم السلام واهلا يا استاذه انيس. الحاجات اللي هي مقززه، الحاجات اللي هي دي حاجات مش معقول مش هخاف منها، يعني مش معقول يخش عليا اسد دلوقتي واقول لكم انا عادي، انا ما عنديش مشكله.
كل واحد فينا بالظبط. لو ما خفتش من الاسد يبقى انا انسان مش طبيعي. بالظبط كده. طيب لو انا بقى بخاف من حاجات بسيطه زي فار، زي صرصار، زي قطه، في حاجه يبقى هنا في حاجه. يعني في ناس يعني انا اعرفها، لو انا ليا، انا شفت مشهد بعيني، مشهد بعيني صرصار، وصرصار صغير جدا نط كاد قسم فوق الدولاب. شوفوا بقى. بالظبط، وصلت لمرحله ان يعني الفزع لدرجه انها نطت كانت هتطلع فوق الدولاب من حته صرصار. يبقى قوي بالظبط. والله حقيقي يعني يا جماعه في حاجات بتبقى يعني، وده واحنا ما نقدرش نلوم على حد. ايوه، لان دي بتبقى حاجات اوفر شويه. طيب فالخوف من الحيوانات من اول الحاجات حولها استاذ محمد، على فكره انا بتواصل معاه. في حاجات بتوصل لمرحله ان يعني بتبقى مش طبيعيه. تمام. طيب اول حاجه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى احنا عندنا، ايوه طيب، احنا عندنا اول حاجه الخوف من الحيوانات. مين مننا من اللي موجودين بيخاف من الحيوانات؟ بيخاف من القطه، الفار، الصرصار، البرص؟ مين اللي بيخاف من الحاجات دي؟ اسماء، حسن، سهى، يا ده كلنا. وانا كمان. لا 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 لا، مين اللي قال؟ مش انا، اسلام، برافو، جميل قوي قوي. لا ده احنا هنسهر النهارده سهره طويله واضح عشان نحل المشكله دي. طيب بخاف من ربنا يا اسماء. من الصرصار بقى مفيش مشكله، بس انا اتدربت بقى خلاص. لا الافاعي ده شيء طبيعي. لا بتهزروا ولا ايه؟ لا الافاعي احنا قلنا الكلب على شايفين استاذ جلال قال ايه؟ كيزو، ويا ريت تشوفوا هو قال ايه. لاني تعضيت كتير زمان، وخلي بالكم ده شيء في برمجتنا، هو اصبح عنده عقده من الكلب. تمام. فده شيء مهم جدا ان احنا نركز فيه، لان انا هتعرض بعد كده واشوف ايه اسباب الخوف نفسه وجاني منين. فاهمين؟ مجرد الموضوع احنا لازم نفهم ليه. جميل قوي. طيب بعد ما خلصنا، طيب اوكي، طب خلينا نشوف ايه الحاله الثانيه من الخوف، الفوبيات. الخوف من الفشل. تخيلوا من كتر ما انا خايف ان انا افشل فما بجربش اصلا، ما بقدمش على شيء جديد. خلينا نشوف الخوف من الفشل، لان ده موضوع كبير قوي. لا يا استاذ اسلام، لا 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 لا, لا ما احبش اسمع الكلمه دي خالص. اللي حضر معايا محاضرات قبل كده ومركز معايا، انتوا عارفين ان انا عدوه الفشل الاولى، وما بحبش ابدا اي حد من اللي بيحضر معايا يقول لي انا خايف افشل وانا مش هنجح على الكلام ده. لا، احنا واخدين عهد، احنا بنجرب، احنا بنغامر، احنا بنخاطر، احنا عندنا اراده، احنا عندنا ثقه بالله وحسن ظن بالله. ابدا ما بحبش اسمع من اصحابي واصدقاء اللي بيحضروا معايا ان احنا بنخاف. مفيش حد يقول لك فاشل، اللي يقول لك فاشل هو اللي فاشل. خلونا بس نركز، خلونا بس نركز ان مفيش حاجه اسمها فشل. الفشل اللي بيبطل يجرب. طيب انا عايزه نهدى في الكتابه شويه، انا عايزه نهدى في الكتابه. توماس اديسون جرب 999 مره عشان يوصل للمصباح، ما اعتبرهمش فشل، ما اعتبرهمش فشل يا اسلام. ابدا ما بحبش اسمع كلمه انا فاشل. فاشل يعني انت بطلت تجرب يا اسلام. فاشل يعني انت استسلمت، انت استسلمت للفشل واستسلمت للناس اعداء النجاح. طب هايل جدا، جميل قوي. امال الفشل في ايه بقى يا استاذ اسلام؟ يا ريت تسمعوا تجربه استاذ اسلام معايا وتدوني فرصه يتكلم، عشان دي جزئيه مهمه جدا، الخوف من الفشل. وباذن الله هنعمل حاجه اسمها ازاي احول فشلي لكده. لا ده الخوف من النجاح، انت مش خايف من الفشل. لا انت مش خايف من الفشل، احنا لسه هنتفرق الخوف من النجاح. الخوف من الفشل يعني انا خايف ان انا هفشل، مهما عملت حاجه هفشل فيه، مهما انا اتطورت، مهما انا حاولت هفشل فيه. ليه؟ لان انا مش عارف انا بعمل ايه. وده بيرجع لحاجات كتير. عارفين احنا ليه بنخاف من الفشل؟ خلاص ممكن نرجع نتكلم تاني مع بعض. عارفين احنا ليه بنخاف من الفشل يا جماعه؟ عارفين ليه؟
علشان احنا ما عندناش خطه، ما عنديش هدف، ما عنديش رؤيه، ما عنديش حاجه اسمها ان انا استعين بالخبره، ما عنديش حاجه ان انا احط نفسي ببيئه. لا، الحرص ده موضوع تاني بقى، الحرص ده قصه تانيه يا استاذ جلال. تمام، برافو يا استاذ المهدي الطاهر. تمام. لا، انا ما عنديش رؤيه، ما عنديش رؤيه لمستقبلي، ما عنديش خطه واضحه اقدر امشي عليها. طب اخاف ان انا امشي؟ طب لو انا عارف هدفي ومجزأه وعامل خطه وعندي مرونه وعندي وعي وعندي ادراك وعندي رساله وعندي عزيمه وعندي اصرار وعندي شغف، هل انا ممكن افشل؟ وحتى ان فشل اغير طريقتي، اغير اسلوبي، اغير اسلوبي. انا ليه رؤيتي محدوده؟ ليه انا مش قادر افتح مجال افقي؟ ليه يا ياسمين؟ مين قال لك ان انت مش عندك حاجه؟ انت عندك امكانيات رهيبه، عندك امكانيات رهيبه. مين اللي قال كده يا جماعه؟ ده احنا ربنا صورنا في احسن تصوير، ربنا خلقنا من ابدع ما يكون، امكانياتنا انتوا مش متخيلينها ازاي. لا لا باشمهندس حسام، ده كلام مش مظبوط، لانك ما عندكش الاراده انك تكمل في طريقك. لازم الاراده يا جماعه، لازم الاراده. شفتوا بقى هند؟ اهي تجربه حيه اهي. برافو عليك يا هند، برافو عليك يا هند، احييك. هنعرف يا ياسمين مع بعض. ويا سهى، سهى ده انت اسمك على اسمي، ما حبكيش ابدا تكون يائسه. استاذ امام، يا سلام، واضح انك حضرت معايا محاضره قبل كده. كلنا هنبقى ممتازين، احنا مش حضرنا مع بعض وعندنا عزيمه وعندنا اصرار؟ بالظبط، كلنا ممتازين. خلينا نكمل، نكمل مع بعض ونشوف ايه تاني، نشوف ايه تاني اللي احنا ممكن نخاف منه، وايه الخوف التاني اللي عندنا؟ الخوف من الضلمه. مين بيخاف من الضلمه هنا؟ مين بيخاف من الضلمه؟ مين اللي عنده فوبيا الضلمه؟ او 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 ليه؟ بحب الضلمه جدا. وفي ناس قالت انا بطلت اخاف. هنستعين بيك، اللي بطل يخاف واللي بيرتاح فيها. وانا مش خايفه وانا خايف وبحب الضلمه والمعتقدات. ليه في ناس بتخاف من الضلمه؟ زي ما انا قلت واحنا صغيرين العقاب اني انا، لا مفيش حاجه اسمها الجن والعفاريت والكلام ده كله، انا مش هتطرق ليه خالص. ليه احنا اتعودنا ان احنا نتحبس في الضلمه، ان احنا عقابنا ان احنا نتحبس في الاوضه الضلمه، اتربينا على كده. ده ظلمه القبر دي، ده موضوع تاني، ده للعظه، ده شيء تاني خالص. لكن في ناس بيبقى عندها فوبيا، لا يمكن. انتوا فاهمين يعني ايه فوبيا ويعني ايه خوف مرضي؟ قبل ما نكمل كلامنا، انتوا مستوعبين يعني ايه خوف مرضي؟ يعني انا بوصل لحاله مش طبيعيه. ايوه، خوف فوق المعتاد. برافو يا استاذ احمد، خوف زياده، خوف بطريقه غير طبيعيه، خوف بيخليني انهج. هوريكم حتى الاعراض، انتوا مش متخيلين الاعراض بتوصل لمرحله ايه. فمعنى ان انا اقعد احط ضلمه لدرجه ان انا اعرق دقات قلبي، خوف هستيري. ممتاز 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 ممتاز. تمام تمام تمام. طيب ادي الخوف من الضلمه، الخوف من الموت. الخوف من الموت مش ان انا اموت، لا، ان انا افقد حد، ان حد يموت، بابا، ماما، زوج، ابن. الخوف الرهيب من الموت، والخوف ان انا نفسي اموت، ده بيعيشني في حاله مش طبيعيه، بيخلي الحياه سيئه جدا، رعب في رعب، خاصه لو بخاف على حد غالي وعزيز عليا. دي معلقه وجاع. اللهم امين، ربنا يحفظ اهل سوريا واهل مصر يا رب. مش عايزه الكلام ده، من اسوء الاشياء
ان انت تبقى قاعد منتظر الموت وخايف منه جدا. اصعب حاجه يا شيماء. بالظبط يا استاذ اسلام. انا عارف ان انا هيجي لي وقت وهموت، اخاف ليه؟ اعمل حسابه بقى يا ياسمين ولا لا؟ هفضل عايش مرعوب طول عمري على لحظه جايالي، ولا انا اعمل حسابها من النهارده كاني هموت بكره ويبقى كده خلاص؟ صح، اللهم امين، ربنا يحسن خاتمتنا اجمعين يا رب. حتى لو غالي عليا انا، في حاجه اسمها عندي الايمان بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، الثبات، الثبات. يبقى الخوف من الموت من الفوبيات الخطيره جدا اللي لما تتملك الناس، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب، اللي لما تتملك الناس هي انا قلت خوف، مش انا بس اللي خايف على نفسي، لا اخاف كمان ان حد تاني يموت، حد غالي عليا، ودي برضو بتبقى مشكله، فدي في حد ذاتها ازمه ومشكله. تمام، شوفنا كمان خوف من المرتفعات. في ناس ما تقدرش تطلع اكتر من الدور الاولاني، تلاقيه داخل وجاله هبوط وتحس انه بيغمى عليه. الله يرحمه جماعة سنجد. كلنا لينا ساعة، كلنا هنموت فيها يا جماعة. خلينا نكمل من حضرتنا. تمام ولا لأ؟ فوبيا. الفوبيا من المرتفعات ان انا ما اقدرش اطلع، بيقول لك لا يمكن. تيجي مثلا تقول لواحد صاحبك ايه؟ انا النهارده رحت رحلة وطلعت النهارده البرج، يقول لك انت مجنون، طلعت البرج، ازاي تطلع البرج؟ ما خفتش؟ لا ما خفتش، عادي. يقول لك ازاي؟ ده انا اقدر على الدور الثالث وما اقدرش، احس ان انا هيغمى عليا وان انا هقع. مظبوط ولا لا؟ فبتبص تلاقوا في ناس لا يمكن ابدا تقف في مكان مرتفع ابدا. في حد هنا بيخاف من المرتفعات؟ ليه؟ لانه برضه بيخاف من المرتفعات. الخوف من المرتفعات من الفوبيات الكبيره. هتلاقي كل واحد فينا انا فهنبص نلاقي ان احنا المرتفعات مش كلنا. وعايزه اقول لكم، انبهكم لحاجه مهمه قوي، ان احنا ممكن نلاقي عندنا خوف من اكتر من حاجه، مش لازم نخاف من حاجه واحده. احنا ممكن يكون عندنا فوبيا او اتنين او خوف من شيء اكتر من شيء. مش معنى اللي بيخاف من الضلمه ما يخافش من المرتفعات، لا عادي، ممكن يخاف من اكتر من شيء، ده مش بيموت يعني. فعشان ما يبقاش في يعني، انا ملاحظه ان في ناس قالت انا في اكتر من حاجه، فده عادي، فعادي. بمناسبه الملاهي اللي انا لا يمكن اروح الملاهي، شايفاها انها شيء من التعذيب، مش شايفه فيها اي متعه بصراحه ان انا ادفع فلوس عشان ادخل اصوت. بالنسبه لي انا سهى يعني، انا شايفه الملاهي دي بالنسبه لي ازمه يعني، والله يعني ادفع فلوس ممتعه جدا، يا سلام على الشجاعه والبساله. طيب اكيد سهى، انت زيي اكيد يا سهى، مش انت اسمك سهى، فطبيعي يعني من كل حاجه ادفع فلوس عشان صوت واصرخ وبعت رعب واطلع فوق واتهبد من فوق وميه تغرق، ايه يعني؟ ايه عدم الادميه دي؟ على فكره يعني ده اقتناع الشخصي من زمان، كل اصحابي كل انت تروح ايه، انا مش شايفه انها طاقه. طب نطلع طاقه في اي حاجه، ده نجري ولا ببلاش يعني، اطلع طاقه في اي شيء تاني غير ان انا اروح اتعذب، اقول له الشلالات. طيب تمام بالظبط، ما اعرفش يعني ياخدوا فلوسي عشان يخلوني اصوت، مش عارفه انا. ايه دي الخوف من المرتفعات. نشوف كمان الخوف من الامتحانات. الطلبه يروني نفسهم، اللي طالب هنا ولسه. عليكم السلام استاذ محمد. جينا بقى ايه للكلام، مين هنا من الطلاب؟ مين هنا لسه بيذاكر؟ بقى ساعات عندك امتحان قاعده معايا، جميل. عارفين ان 49% من الطلاب عندهم الفوبيا دي. يا هند ليه كده؟ يا ساتر يا رب. عندهم الفوبيا الرهيبه من الخوف، تخيلوا. ولا اصعب لحظات ولا حاجه، ولا اصعب لحظات، ده الوهم اللي احنا عاملينه لنفسنا. هنشوف ازاي. 49% زي ما انا قلت لكم عندهم فوبيا من الامتحانات، يعني معظم الطلاب عندهم الفوبيا دي لدرجه ان هم زي ما اسماء كده بتقول، اللي ما بتنامش قبل الامتحان، ممكن يجي له مرض وممكن يعيا ويغمى عليه.
تخيلوا من كتر الضغط العصبي والنفسي اللي هو عامله على نفسه، فبيحصل له ان هو حتى ما بيقدرش حتى يكتب ولا كلمه، يبقى مذاكر كويس جدا وتلاقي ان هو مش عارف يكتب ولا كلمه. تخيلوا. هاي يا هند هستعين بيك عشان تقول لنا اتغلبت عليها ازاي. اي حد فينا كان عنده مشكله وتغلب عليها هنستعين بيه عشان يشرحها لزمايلنا ويقول هو ازاي قدر يتخطى الخطوه دي. تمام. برافو يا اسماء. هاي هايلين، انتوا رائعين كلكم، ممتازين. شفتوا سعاد قالت ايه؟ شفتوا الفوبيا والخوف الرهيب الغير المبالغ فيه وصل معاها لمرحله ايه؟ طيب ادي خوف من الامتحانات، كلنا واضح ان احنا اتفقنا ان احنا عندنا يعني معظمنا يعني. عايش هنشوف دلوقتي يا ياسمين. الخوف من النجاح، مين اللي كان بيقول لي انا بخاف من الفشل؟ مين اللي قال انا بخاف من الفشل؟ اسلام، ريهام. خلاص يا ريهام، لينا 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 كلام تاني يا ريهام مع بعضنا، استني اصبري لغايه اخر المحاضره. الخوف من النجاح، فاكرين اسلام لما قال انا بخاف من الفشل؟ هو ما بيخافش من الفشل بدليل ان هو نجح، هو بيخاف من النجاح. انتوا عارفين ان النجاح دي ضريبه، عارفين ليه؟ لا مش انت يا اسلام حجازي، غير اسلام بس، في عندنا اتنين اسلام. ليه بقى؟ انا نجحت في شيء مطالب ان انا انجح اكتر في الشيء اللي بعده، مطالب ان انا احافظ على اتزاني، مطالب ان انا انجح في كل مجالات حياتي، مطالب ان انا اتوازن في كل اركان حياتي كلها، مطالب ان انا ما اتغرش، مطالب ان انا اخد بالي من اللي حواليا. انجح في بيتي، انجح في شغلي، انجح في علاقتي مع الله، انجح في علاقتي مع اصحابي، اتطور دايما. كونك انك تنجح، برافو برافو يا استاذ احمد، احييك جدا، احييك جدا، ممتاز. عشان انجح سهل، لكن علشان اكمل نجاحي واحافظ على نفس المستوى وبالعكس اتزايد، هو ده الكلام. فهل يا ترى انا هقدر ولا مش هقدر؟ فببقى خايف، اول ما بيجيلي نجاح بيجيلي زي تشك كده، صدمه، بفضل خايف خايف خايف. متخيلين ان الخوف ده هيخليني انجح ولا هيرجعني 100 خطوه لورا؟ ايوه ده يديني حافز مش يخليني اخاف. كل بقى ان انا حاطط في دماغي ان انا خايف لو انا نجحت ان انا مش هعرف اكمل، دي مشكله. لا ده مخاف افرح، ده بقى احنا غاوين نكد، ده قصه ثانيه. طب تفائلوا بالخير تجدوه، ما هو ربنا قايل لنا كده، لا حول ولا قوه الا بالله. احنا بندور لنفسنا على الماساه، يعني احنا بندور نفسنا على ماساه، يعني بقى قاعدين كويسين نروح كده نشغل اغنيه بتفكرنا في شيء مؤسف عشان نقعد نعيط جنبها. صح. اي حد عنده مشكله اوعدكم انا مش همشي غير لما نحلها، او حتى على الخوف. اتفقنا؟ وعد مني والله. انتوا عارفين يعني اللي حضر معايا عارفين ان انا بدي المساحه دي كافيه يعني. اوكي؟ طيب نكمل. صح والله يا استاذ محمد، احنا شعب فقري للاسف، يعني انا دايما بقول الخير غلط، يعني ما بنعيش اللحظه، ما بنعيش زي ما احنا بنقول. خلاص نرجع. اعوذ بالله، لا طبعا ما فيش مصيبه ولا حاجه، ربنا ما يجيب لنا مصايب، هو في اكتر من اللي احنا فيه. لك الحمد ولك الشكر يا رب، بالعكس نقول الحمد لله والشكر لله، بالعكس. لا اله الا الله، ليه كده يا جماعه؟ طيب الخوف من المرض، احكي لكم حكايه صغيره في حكايه الخوف من المرض. انا عايزه اقول لكم على حاجه غريبه قوي. عارفين تفكيرنا السلبي بيعمل لنا مشكله. ليا اثنين من الاصدقاء الغاليات على قلبي جدا، واحده منهم ربنا ابتلاها بمرض السرطان، وكانت جارتي، وكان لينا جاره اخرى صديقه. الجاره الثانيه فضل عندها وهم انها هتمرض ويجي لها زيها كانسر.
سنة كاملة هي واهمة نفسها انها حكاية، معناها ما عندهاش اي مشكلة. التانية كان عندها تاريخ مرضي في العائلة، وللأسف هي يعني متورثة، معناها الحمد لله والفضل لله شفيت تماما الحمد لله رب العالمين. صاحبتنا التانية قاعدة حاطة في دماغها انها هتمرض، وفعلا مرضت من كتر ما هي برمجت عقلها وجذبت كل من الافكار السيئة انها هتمرض، فمرضت بنفس المرض في نفس المكان. متصورين؟ كتر ما انا بخاف من الشيء بيجيلي، قعدت افكر 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 واجذب ليا الاشياء السيئه فاصيبت بالمرض. متخيلين؟ طب انا خاف ليه؟ انا مش عارف بكره جايلي ليه، جايلي في ايه، ليه ليه انا ليه انا افضل حاطط مبرمجه عقلي ان قانون الجذب اجذب الاشياء السيئه ليا وافضل افكر تفكير سلبي دايما ليه؟ طب انا استفدت ايه؟ خلاص ما انا كده دمرت نفسي. فالخوف والمرض من الفوبيات. طيب في ناس تقول لك ايه، لو واحد عيان ما راحش يزور في المستشفى. انتوا متصورين؟ يعني وصلت لدرجه ان انا لو واحد عيان ما راحش يزور في المستشفى من كتر خوفه ان هو مرض يقول لك يا ساتر لا لما ابقى يطلع ابقى اروح ازور. مش عارف ان زياره المريض يعني سبقه هو واجب. هشوف وصلت لمرحله ايه؟ ركزوا بقى معايا. يا ساتر يا رب. شايفين؟ الخوف من العلاقات الاجتماعيه. لا ما صدقش يا استاذ احمد، واضح ان انت اجتماعي. اوبا، مين هنا بيخاف من التجمعات وان هو يعمل علاقات مع الناس وان هو جديده مش كده؟ بس على فكره عند ناس كتير. ايوه عارفين ليه؟ بخاف بخاف. ايوه مين قال ان الناس ملهاش امان؟ ما بحبش التعميم، انا ما بحبش التعميم. ها 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 جميل. الهجر جميل قوي قوي. طلعوا كل اللي جواكم عشان اقول لكم ان كل ده كل ده خاف ازعجهم. الناس اتغيرت، الناس ما لهاش امان، خاف من الهجر، خاف من العلاقات الجديده. وفي ناس بسم الله ما شاء الله علاقاتها الله اكبر، خاف من عدم القبول، خجل. جميل، مفيش خير زي زمان. يجيني رد مش حلو. هاي خلصتوا؟ اما تخلصتوا قولوا لي. صدمات الخيانه، في ناس حبيبه دخلت معانا على الخط. جميل قوي، جميل جدا. طيب كل ده كلام فارغ بجد. اقول لكم ليه احنا بنخاف الناس تسخر مننا لو اتكلمنا قدامها قدامها، بنخاف ان حد يجرحنا، بنخاف ان احنا نحط ثقتنا في ناس ما تكونش قد ثقتنا، بنخاف ان احنا نختار اشخاص يكونوا غلط، بنخاف ان احنا نندمج يقولوا علينا ان احنا عندنا جراءه. مظبوط، كل ده الخوف الحقيقي اللي جوانا. بنخاف نتعرف على ناس ما تكونش على قد المستوى العلمي والثقافي بتاعنا، بنخاف نرتبط باشخاص جديده في حياتنا تخذلنا. احنا بنخاف نخذل، بنخاف من اهانه، بنخاف من الجرح، بنخاف من الفقدان، بنخاف من الهجر، بنخاف نقرب لا يبعدوا هما، بنخاف نتكلم لا يتريقوا علينا، بنخاف ننصح لا يستهزئوا بينا. هو ده الخوف من العلاقات. وكمان اتربينا ان البنت لو كلمت ولد عيب، والولد لو كلم بنت هتفقده، فبيصبح في مشكله. بخاف من كلام الناس. طب ما بتتكلم يا هند، هي الناس بتبطل تتكلم، نعمل ايه؟ انا ليا حدود وعندي اطار وعندي مثل وعندي قيم وعندي عادات وعندي اسلوب حياه، اسلوبي اللي هيجبر الناس على احترامي. ثقتي بنفسي. عليكم السلام يا ياسين، اهلا بيك. ثقتي بنفسي وثقتي بالله وثقتي
اسلوبي ومعاييري. ثقتي بالله وبيعاييري باسلوبي ونمط حياتي وبشخصيتي هي اللي بتفرض احترام الناس عليا. لا يمكن تكون انت انسان جد ومحترم والناس ما تحترمكش. لا يمكن تكون انسان عندك مثل واخلاق انت مالكش دعوه باي حد. انت ليك انت معيارك وصلتك بالله وثقتك بنفسك. اي حد ما يهمكش انت طالما انت ماشي على الطريق الصح السليم وتعاملك مع الله عز وجل ايه فايدته. واختار الناس الصح، احط نفسي ببيئه صحيه طيبه جيده. لكن حضر، خايف هعيش لوحدي. الخوف هيخليك في الاخر وحيد. الناس اللي بتخاف تتكلم، خاف من التجمعات عشان كل اللي انا قلته ده. والسخرية، سيدنا نوح عمل السفينة في الصحراء، ما خافش ليه؟ ما يقلل، اللي يقلل يقلل. المهم انت متزن. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم اللي يقلل يقلل، اللي يسخر يسخر. دول اعداء النجاح. سد ودنك وكمل في طريقك وخلي عندك ثقة في نفسك. عامل اتزان وزن للناس ليه؟ مين الناس؟ هما بيعملوا لك انت حساب؟ خليك عايش ليك وربنا وخلاص. علاقتك تبقى جيده بالناس بس مش انا مش متراقب. انت متخيل ان في كاميرا مراقبه حواليك بيراقبوك 24 ساعه عشان كان عنده ايمان بس كده؟ هو ده ليه عدم الثقه بالنفس بالظبط يا مروه؟ ادرب نفسي ان انا هتكلم وابقى عندي ثقه في نفسي. عايز اقول لكم على حاجه، الثقه بالنفس، مين حضر معايا الثقه بالنفس؟ حد حضر الثقه بالنفس معايا؟ لو حد حضر الثقة بالنفس، تاني، الثقة بالنفس، أوكي، خلينا أقول لكم على حاجة، أساسها الصدق. لما أنا أكون صادق مع نفسي، هكون صادق مع غيري. أصدق مع نفسي، هثق في نفسي، هوصل ثقتي للآخرين. ثقة بتساوي صدق، اتعلموها وفهموها صح جداً. الصدق هو اهم شيء. اصدق مع نفسي يعني ايه اكون صادق مع نفسي؟ يعني عارف عيوبي، عارف مميزاتي، عارف امكانياتي، واعي للي انا بعمله. اواجه نفسي بعيوبي واصلحها. يا رب تكون تستفيد يا استاذ محمد، يا رب ما اكونش اخر مره باذن الله. استفيد بعيوبي واطور عيوبي، اتغير من نفسي، ده الصدق. وبالتالي هكون صادق مع الاخرين، وبالتالي انا هكتسب احترام الاخرين ليا. فهمتوا؟ اخاف من ايه بقى؟ انا اخاف من ايه؟ تمام؟ طيب نكمل. ايوه، انا ليه سالت مين اللي حضر معايا الثقه بالنفس؟ لان انا يعني كل شيء فصلته تماما في المحاضره دي. ان انا اكون عندي ثقافه واكون انا ملم بكل الثقافات. يعني انا مثلا لو انا متخصص في مجال الهندسه، 50% من ثقافتي تكون في مجال الهندسه و 50% في المعارف الاخرى. تمام؟ فبالتالي مش هكون جاهل، هكون ملم بكل الثقافات، اقدر اتكلم. القراءه مهمه جدا. عشان كده انا سالت مين اللي حضر معاه الثقه بالنفس. مظبوط، هايلين صراحه. انتم مجموعه كلكم هايله، وانا بحييكم لان انتم مثقفين وعندكم وعي. فأنا يعني سعيدة جدا إن أنا وصلتكم النهاردة، أنا متشكرة لكم جدا جدا. نكمل؟ شايفين بقى؟ الخوف من اتخاذ القرار، وعذرا شايفه في ستات كتير اكتر اللي قالت انا دي. ورجاله كمان. هي يمتاز بيها الستات اكتر. مين فينا احنا الستات كده؟ وهند كمان. يا سلام يا سلام. لا، هي الستات بصفه عامه عندها المشكله دي. ننزل عشان نشتري شوز، الاقي واحد حلو قوي وسعره جميل قوي قوي. لا، اما الف شويه بقى
عشان اشوف واحد تاني احسن، ونفضل نلف من مول لمول لدور لدور لكل حاجه، في الاخر نروح من غيره. مظبوط ولا لا؟ اخاف اقرر في اي شيء، اخاف اخد قرار في اي حاجه. عايزه اقول لكم ان ده بيدمر الحياه كلها. انا ما عنديش سياسه ان انا ازاي اخد فعلا قرار. نورك يا فندم، اهلا بيك، شرفتني والله، انا سعيده جدا بحضرتك. ما عنديش ابدا 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 سياسه ان انا ازاي اخد قرار. ليه؟ علشان انا ما تعودتش ازاي في المواقف اخد قرار فعليا، ما دربتش نفسي على سياسه اتخاذ القرار وسرعه اتخاذ القرار لاداره الازمه. اصطدام لما اخد القرار. ليه بقى؟ لان انا مش منهج عقلي، مش مرتب عقلي، مش عارف انا بعمل ايه. ليه؟ ما انا هقول لكم ليه. انا اولا مملكش الشجاعه الكافيه، مملكش الثقافه الكافيه، مملكش التفكير السليم، ما عنديش خطه واضحه في حياتي، ما عنديش رؤيه، ما عنديش مرونه، ما عنديش ثقافه، ما عنديش حكمه زي ما استاذ محمد قال، ما بستعينش بذوي الخبره، ما عنديش اداره لحياتي، فبخاف. الخوف مين اللي بيقول انا ما عنديش اي حاجه؟ تاني النبره اللي هي الانهزاميه، مش عايزاها. انا مش عايزه اي نبره انهزاميه تماما في كلامنا. لا، ما برضو احنا مش بنهزر يعني، الناس ممكن تاخد كلامك انه بجد. تمام، نركز في محاضرتنا ولا هنقضيها هزار؟ طيب تمام، هيجي لنا وقت نهزر فيها. فاتخاذ القرار، خوف اتخاذ القرار، لازم يكون انا عندي وعي، عندي اداره العقل. عارفين يعني ايه اداره العقل؟ يعني انا مسؤوله عن ادير عقلي جيدا، خاصه في الازمات. اداره الازمات مهمه، فبيخليني ازاي اخد قرار. تمام، نركز. بخاف اكون القرار مش صح. ليه؟ ما انا لازم دلوقتي اشوف ايه اللي لازم يبقى انا عندي. ليه لا احتمالات، ايه الاحتمالات عندي، واركز شويه واشوف احتمالات الصح من الغلط ايه، والفشل من النجاح ايه. شايفين الصوره بتعبر عن نفسها، الصوره بتعبر عن نفسها. زي ما اخاف طب ما ده هيضيع لي فرص كتير في حياتي. يعني يجي واحد دلوقتي يخير بين شغلتين، خلينا نديكم مثال. تمام يا استاذه الاء، ممتازه، انت ممتازه. خلينا اديكم مثال بسيط. انت في وظيفه امنه تماما، وبتاخد مرتبك عادي وخلاص، الحياه ماشيه طبيعيه، بتروح من الشغل وبترجع من الشغل وبتاخد المرتب بتاعك وتمام التمام. ده اتعرض عليك مشروع ما هيطلعك وهينقلك لو نجح نقله ثانيه. جميل؟ طيب انا في الحاله دي اعمل ايه؟ ايوه، ببساطه هروح انا جايب ورقه كده واقسمها اثنين، اشوف انا موقفي دلوقتي في شغلي ارفض. ليه ترفضي؟ ليه؟ تخيلي لو كل الناس رفضت انها تتطور وتطلع من منطقه الراحه اللي انا باخد كده على الجاهز، وما ابدعش، ما سيبش مجال للابداع والمغامره والخروج والشغف، ان انا اخرج من المنطقه بتاعتي دي واعمل حاجه جديده. تفتكروا كان في كهرباء؟ تفتكروا كان في تلفزيون؟ تفتكروا كان في تليفونات محموله؟ عشان انت ما خططتيش يا اسماء، ما شفتيش انت بتعملي صح ولا غلط. هي مش عشوائيه، ده منهج واسلوب علمي. تمام، لازم اقعد اخطط انا بعمل ايه، وده صح ولا غلط، وقد ايه مكاسب وقد ايه خساره، واشوف انهي الانسب لي. ما يمكن في الوقت الحالي انا ما اقدرش اجازف،
ممكن اخد اجازه واشتغل في المشروع بتاعي. تمام، لازم يبقى انا عندي حدود للمجازفه بتاعتي. الخوض بيعمل حضرتك وضع في قلبك، احنا هنشوف دلوقتي ايه المشاكل وازاي نتخطاها. تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليه ما فيش وقت؟ ما احنا ما عندناش اداره للوقت يا اسلام، صح؟ لا، ما انا دلوقتي في حاجه يا استاذ احمد، استاذ احمد عبد القادر، اداره الوقت، اداره الوقت ان انا ادي لنفسي مجال. انا ممكن اخد وقت بس هقرر صح، ومش هفضل سنه افكر في قرار محتاج مني قرار حتمي، صح ولا لا؟ في طرق علميه، في طرق منهجيه، في عقل، في استخاره، في مشوره، في الاستخاره والاستشاره، ضروري جدا ان انا استخير واستشير، صح ولا لا؟ امال انا ليه دايما بقول احيط نفسي باهل الخبره؟ دايما احط نفسي باهل الخبره. انا لما اكون انا عندي شيء محتاج لازم الجا لاهل الخبره، دايما في الاحسن مني والاكبر مني والاعلم مني، وده مش عيب. اوعى تتخيلي ان انا عشان الجا لحد عنده خبره يقلل من قيمتي، بالعكس، محدش بيطلع يا جماعه مره واحده، كلنا بنكمل بعض، كلنا بنكمل بعض. بالظبط يا كارت، تمام، مظبوط، رائعين، برافو عليكم. مفيش حاجه اسمها مش لاقي وقت، انا اقدر ادير وقتي صح، مفيش حاجه اسمها وقت، في حاجه اسمها اداره ازمه في وقت، ان انا اقدر ازاي مش لاقي، لا خبر ما نستشار، ازاي بقى؟ لا فرض الراي ده، انا معنى كده ان انا ضعيف الشخصيه، واحنا اتفقنا ان احنا عندنا ثقه بنفسنا وعندنا يعني عارفين ازاي امكانياتنا، صح مظبوط ولا لا؟ نخرج من الخوف اتخاذ القرار، ولا في حاجه، في حد عنده مشكله في دي؟ الخوف من الميه، تخيلوا ان في ناس بتخاف من الميه، بتخاف من البحر، بتخاف من المحيطات، في بتبقى مشكله في الميه، وده يا جماعه بيبقى برضو من الصغر، من الصغر هو خايف، عنده مشكله، عنده مشكله انه ينزل ميه، ينزل بحر. هتلاقي ناس كتير عندها المشكله دي كلها، ولا يمكن ابدا تقول له تعالى صيف بتاع ابدا، تحدد لك 100 حته وحته، هتلاقي ناس كتير، في ناس حتى طيب بالظبط خاف من الميه. على فكره في ناس حتى سمعت ان في ناس حصل لها حوادث لا قدر الله في الحمامات والحاجات دي فبيخافوا. تمام، طيب دي من الفوبيات. تعالوا نشوف ايه اللي بيخلينا نخاف، ايه السبب. احنا شفنا انواع الفوبيات اللي عندنا، وانواع الخوف الغير طبيعي اللي بيخلينا. سوها مثلا قالت انها شافت فيلم رعب عن البحر فتعقدت، بالرغم ان هي ما تعرضتش لده اوكي اوريدي. تمام، تجربة سابقة، ده اللي احنا بنقوله من البداية، ان في مشكلة من البداية. تعالوا نشوف بقى حكاية اسباب الخوف، وجالنا الخوف منين، واحنا لما بنخاف خوفنا ليه، وايه اللي معقدنا كده. تعالوا بدي المشكلة اكبر من حجمها. انا متصور ان المشكلة دي لا يمكن تتحل، انا طول عمري بخاف من الصرصار وحاضر خايف من الصرصار، طول عمري بخاف من الضلمه وحاضر خايف من الضلمه، شايف انها ما لهاش حل، ودي حاجه فظيعه لا يمكن ابدا ان انا اقدر اسيطر عليها ولا احلها. كويس، الصوت تمام، يبقى انا بدي المشكله اكبر من حجمها واكبر من اللي هي عليه. فهي دي المشكله، ان انا خلاص بكبر وبضخم في الموضوع. كل حاجه ليها اساس طبعا. طيب، فعلشان كده انا بدي المشكله اكبر من حجمها، فده سبب اساسي من اسباب الخوف. تمام، شوف حاجة تانية.
انا عايش في وهمي، عايش في الوهم. الانسان ما بيتخلاش عن اوهامه. لا، هنشوف الحل ايه يا مصطفى دلوقتي، نصبر بس، اصبروا عليا. عندي وهم وخيالات، انا معيش نفسي في الجو ده، انا حابب حاله الخوف اللي انا عايش فيها. حابب ان انا موهوم، انا موهوم ان ده ان انا بخاف خالص. فده من ضمن اسباب الخوف برضه، بتولد الخوف وبتزود الخوف بالمناسبه. ايوه، عندي هستيريا وهلع ان انا دايما خايف من بكره، خايف من المستقبل، يا ترى بكره هيحصل لي ايه؟ ده من سبب الخوف برضه. دايما شاغل نفسي بكره، مش عايش يومي. تخيلوا ان انا بضيع احلى ايام شبابي وعمري ان انا خايف من بكره. تخيلوا لما يجي لي واحد عنده 60 سنه يقول لي انا طول عمري عشت خايف من بكره. 60 سنه؟ خايف من بكره؟ تضحكوا ليه؟ دي مصيبه، دي مصيبه. لا، مش عايزه انهي زمنيه. ابدا، لا ابدا، ما بحبش الانهزامية ابدا منكم. شوفوا، طالما انتوا عندكم الوعي الكافي وجيتوا حضرتوا محاضرة تنمية بشرية، يعني انتوا عندكم من الذكاء والفطنة ان انتوا تهزموا افكاركم السلبية وان انتوا تبقوا عندكم ايجابية. ما احبكوش ابدا تتكلموا الدعم الصوت بيقطع ساعات. تمام، اوكي، خلاص، كويس. اللي عنده مشكلة في الصوت يعمل ريفرش بليز. اوكي، برضو ده مكمل للسلايد اللي قبل، ان انا ميرسي اللي عايش في حاله انتظار مجهود، عايش ان انا مستني ايه المصيبه اللي هتجيلي بكره. دايما خايف من لا شيء. انت خايف، يقولك انا خايف. خايف من ايه؟ خايف وخلاص. انا قلقان، متوتر. طب من ايه؟ ما تلاقيش. اهلا يا اسلام. خايف والسلام. وهم مجهول، شيء خايف على خوف للخوف، مجرد خوف، مش عارف انا خايف ليه ولا بخاف من ايه ولا علشان ايه. خايف خوف من إيه؟ مش عدم ثقه بالنفس، عدم ثقه في الله، مفيش امان، مفيش راحه. كل الكلام اللي انتوا بتقولوه خدوا بصوا، ممكن نرص من هنا لبكره من خوف من المجهول دي. بالظبط. ايه كمان؟ خايف من الفقر، خايف ما يكونش معايا فلوس، خايف ان انا يجي عليا وقت ما لقاش اكل واشرب. مش عارفين ان احنا الرزق بيد ربنا ولا ايه؟ ولا حيلة لنا في الرزق. فاكرين الحادثة، المهندس اللي هو خايف ان هو يعني الافلاس فقتل نفسه وقتل ولاده؟ تخيلوا، تخيلوا وصل بيه الخوف من الفقر ومن بكره ان هو يقتل ولاده. متصورين؟ مفيش إيمان، مفيش ثقة بالله، مفيش توكل على الله، مفيش حاجة اسمها يا رب ارزقني. ده الطير ربنا بيرزق، مش هيرزقني أنا. بالظبط، شفتوا؟ توصل لدرجة إن أنا أقتل حتة مني عشان خايف من الفقر. تخيلوا يا جماعة، شفتوا بتوصل لمرحلة إيه؟ القتل واليعوذ بالله. حادثة تانية، ان اب جاب لاولاده لحمه وحط لهم فيها سم عشان هو ما بيقدرش، راح جاب كل مرتبه اكلهم وموتهم عشان مش قادر يجيب لهم اكل وشرب. شفتوا الجنان؟ طب ما توكل على الله والرزق بايد ربنا. لا حيلة لنا في الرزق، لا حيلة لنا في الرزق، توكلوا على الله. ربنا قال ادعوني استجب لكم، استجب لكم فورا، يعني قوة الإجابة، مش سوف أستجب لكم. شفتوا بقى؟ الله يا إسلام عليك، والله هايل.
برافو عليك. خلينا كده عندنا ثقة بالله عز وجل إن هو دايما الرزاق سبحانه سبحانه، ما بيخفلش عننا أبدا، خلق لنا كل نعم الدنيا حوالينا وسخرها لنا، هنخاف إحنا؟ ربنا خلانا الشجر والبحر والسمك والطير في السماء ننعم بيه زي ما إحنا عاوزين، بس إحنا الكسالى، إحنا القانوطين، إحنا اللي بنقولش يا رب. نخاف ليه؟ كل حاجة هقول لكم عليها هتعرفوا إن إحنا اللي عاملين الخوف لنفسنا. شفتوا بقى؟ الله يا أمين، برافو عليكم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله عليكم. هايلين هايلين، الحمد لله والشكر لله يا رب على النعم. تمام، خلينا نكمل. خلاص يا جماعة، نكمل نكمل يا شباب. الخوف إن أنا أفشل في شغلي، إن أنا أفشل في عملي، إن أنا ما أكونش على الكفاءة المطلوبة. تخيلوا إن إحنا بنخاف نشتغل أو نخاف ناخد شغل جديد. طيب معلش نركز نركز في المحاضرة يا جماعة، وبعد كده نبقى نشوف الحاجات الخاصة دي. اخاف ان انا افشل في حياتي العمليه، اخاف ان انا ما اتطورش في شغلي، اخاف ان انا اعمل شغل ما يكونش على المستوى المطلوب. مظبوط ولا لا؟ وضعف في الامكانيات وان انا ما بطورش من نفسي. لا، مش عشان الدراسه مش متطابقه مع الحياه العمليه، عشان انا ما بطورش من مهاراتي، ما بشتغلش على نفسي، ما بشوفش انا محتاجه ايه واطور نفسي. طب بتخافي ليه؟ طب ما تطوري في امكانياتك، ما تشوفي انت اللي ناقصك ايه وسديه. ضعيفه في اللغه الانجليزيه خدي كورس، ضعيفه في المحاسبه خدي كورس، ابدعي في مجالك هتكوني احسن. صح ولا لا؟ الابداع، انا ابداع. خوف من فقدان الوظيفه ليه؟ ما هو ربنا اللي اديها لك، هو ربنا اللي اديها لك، انت مالكش فضل فيها على فكره، هو الرزاق. لو فقدتها يبقى ربنا شايل لك حاجه احسن. اتعلموا، جوه كل محنه منحه. مش معنى ان انا فقدت وظيفه ان الدنيا خلصت. مين قال كده يا جماعه؟ احنا ملناش يد في حاجه على فكره. ربنا اللي بيهيئ لنا الاسباب، بيدبر لنا الاسباب كلها، وبيدبر لنا اسباب الرزق. في ايه؟ ليه نخاف؟ ما تخافوش من بكره، توكلوا على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله صح وحسبه. صح ولا لا؟ ان مع العسر يسر. مين اللي قال انا بخاف اتجوز واتطلق؟ ليه؟ حصلت ان انا سمعت ان فلانه اتجوزت واتطلقت، دي فلانه خايفه تفشل، خايفه ان انا ليه بقى؟ لان احنا بندور على الكمال. دخلنا بقى في ايه؟ عمر وسلمى. غلط طبعا، غلط كبير. هو انتوا متخيلين ان في حد كامل؟ انتوا متخيلين ان احنا ليه بتخافي منه ليه؟ هي معركة؟ انتوا متخيلين ان في حد فينا كامل؟ كلنا عندنا اخطاء، وكلنا عندنا عيوب. مشكلتنا ان احنا بندور على سوبرمان، وبندور على ست الحسن والجمال. لا يا جماعة، بالعكس، دوروا على اللي يكمل النواقص، دوروا على اللي يثق فيكم في امكانياتكم، دوروا على اللي يكملكم ما يعيركوش. اساس الجواز التفاهم والاحترام، اساس الجواز ان انا انقي الاختيار الصح، يكون اختياري صح. انا مش عايزه واحد حلو وغني واموره يبقى حاجه ما حصلتش وفي الاخر عيش في نكد. ايوه، تقبل العيوب اهم. اساتذتنا في الارشاد الاسري علمونا حاجه، الاختيار رقم واحد، الاختيار والوعي بالفرق بين الرجل والمراه. الحمد لله يا اسماء، اهي في حالات ناجحه كتير جدا. احنا لما بنيجي نفكر احنا ليه فشلنا، بنفهم احنا عملنا ايه. دارينا عنينا عن العيوب وبصينا للمميزات فقط.
ولا لا؟ انا عايزاكم تركزوا في كلامي، مش نقعد ايه يعني نتكلم. حاضر يا استاذ محمد. تاني، الخوف من الجواز ان انا ما عنديش اسس الاختيار، مش عارف اختار صح، دايما بفكر. بالظبط بالظبط، ايه المشكله؟ بس عيب برمجته لو هو قابل للبرمجه. انا دلوقتي ما ادورش على الكمال، لازم استوعب ان كل انسان عنده نواقصه، كل انسان عنده عيوب ممكن تتعدل وممكن تتطور فعلا، ممكن اتعايش معاها واحبها زي ما هي كده. الانسان اللي بيقتنع بحد بيتقبل عيوبه قبل مميزاته ويقدر يتطور معاه. وبعدين خلي بالكم من حاجه، بيبقى في حاجه اسمها مساحه، مساحه وفي مرونه. العلاقه الزوجيه من اسمى العلاقات والمفروض انها تكون دايما، وبالتالي اسس الاختيار هامه جدا جدا. وبعدين الوعي، الوعي ايوه طبعا في ثوابت، يعني الدين اساسي، الصدق والاخلاص اساسي، في حاجات ثابته عندي ما اقدرش اغيرها ابدا في حياتي. يعني مش هروح اخد واحد حرامي واقول انا بحبه، مش هقول واحده مش محترمه واقول اصل انا حبيتها، ما هو اصل ما ينفعش. في اسس معينه وثابته انا ما اقدرش اتخطاها ابدا، صح ولا لا؟ في ثوابت، في حاجات عندي خط احمر. لا ده عدم ثقه يا استاذ احمد، لا ده عدم ثقه، تمام؟ عدم ثقه في نفسي، ليه انا ما اروح طب ما هو انا برضه خوفي وترددي ممكن يخليها تضيع مني تماما. والخوف من تحمل المسؤوليه دي مشكله ثانيه بقى، يبقى انا مش واثق في امكانياتي ان انا اقدر افتح بيت بقى في الخطوه دي. ده شيء ثاني بقى يا اسماء. تمام، نكمل. زي ما قلت لكم، الخوف ان انا افقد شخص عزيز مش بالموت بس يا جماعه، ده برضه ممكن نرجع للجزئيه اللي فاتت، ان انا اخاف مثلا ان انا اتجوز واحد احبه واتطلق. الخوف من السفر، الخوف ان هو يبعد بايا كان، خوفي العام ان الانسان ده يبعد او ان هو يموت او انه يبعد او يهاجر او يسافر او يحبنيش او يكرهني او 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 كل الاشياء المحتمله او غير محتمله، ده بيخليني برضو عايش في حاله خوف دايما. تمام معايا يا جماعه؟ الشات مقفول؟ اوكي، يا ريت الدعم ما تقفلوش الشات بليز، انا احب اتفاعل مع الناس. طيب شكرا، تمام كده كويس. الصوت عندكم تمام؟ طيب تمام نركز. طيب اوكي خلاص هاي. طيب استاذ محمد، ايه اللي ما بتلاقيش رد لحضرتك ليه؟ ايه يا فندم اللي ما بتلاقيش رد فيه؟ ممكن حضرتك تعيد السؤال، ان ساعات الشات بيعلق، معلش اعذر لي، احنا متفقين ان اي استفسارات هتكون بعد المحاضره الا لو في الجزئيه اللي انا بتكلم فيها. اتفضل حضرتك تحت امر. نتيجة ايه؟ نتيجة اختيار الاسس، اتخاذ الاسس بناء على ايه؟ المشكلة ان احنا عاملين لنفسنا اسس ومش عاملين حساب للتاني عنده اسس وايه؟ هل انا شفت البيئة اللي البني ادم طالع منها متناسبة مع بيئتي ولا لا؟ شفت اختيار، انا شايف ان اختياري صح، بس هو كان اختياري صح للشخص هو كمان ولا لا؟ انت ليك معايير في دماغك، هل المعايير دي صح اصلا ولا لا؟ الموضوع اكبر مما تتصور، عشان كده لازم له دراسة كويسة جدا. بالظبط يا استاذ محمد، المدرسة كمان. تمام؟ واضح؟ ننقل على جزئية تانية. الخوف من الخسارة المادية، ودي من أكبر الخوف والرعب اللي احنا بنبقى عايشين فيه، إن احنا خايفين نخسر فلوسنا، خايفين نغامر، خايفين إن احنا نفتقر، خايفين إن احنا نعمل أي حاجة، فدايما قلقانين. بالظبط، الله يرحمه وعلى صلاته. البورصة، شوفوا جرالهم إيه،
لانه مش ما حسبش المخاطره اللي هو داخل عليها. انا دايما لو بحسب صح وبفكر صح هعرف. الخوف من الفقر ان انا خايف هبقى في شيء من البخل يا استاذ احمد، لكن الخوف من الخساره المادية يخليني ما بغامرش، بخليني قاعد قافل على نفسي. فهمتني؟ لا مش دسين يا لا مش دسين، لا 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 مش نفسها. خوف من الفقر ان انا خايف ان انا افتقر. خوف من الخساره المادية ان انا ما بخاطرش، ما بعملش اي شيء جديد، ما بعملش اي مشاريع، ببتعد ان انا اعمل اي مغامره. الخوف من الفقر بيدخلني في حاله من الفوبيا، وان انا خايف ان انا هفتقر، مش حاجة الاقي اكل وشرب، مش حق مش مش حق مش هعمل حاجه خالص، اخاف من الفشل نفسه. تمام؟ واضحه؟ اصعب، لان بيخليني ما بغامرش باي شيء. جميل. لسه موضوع كبير. التشاؤم والنظارة السوداء اللي احنا لابسينها، دايما متشائمين، فالتشاؤم بيولد الخوف، صح ولا لا؟ من اكبر اسباب الخوف التشاؤم. ولا تطيروا، احسنوا الظن بالله. حسن الظن بالله اساسي. من توكل على الله تفاءلوا بالخير تجدوه. برافو برافو. انا شايل هم بكره ليه وانا عندي رب اسمه الكريم؟ بالظبط. تشاؤم ولابس نظاره سوداء، دايما شايف نص الكوبايه الفاضي، ما شوفش كل نص الكوبايه المليان. تعرفوا احنا ربنا انعم علينا بنعم جميله قوي، وادانا حاجات حلوه قوي 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 في حياتنا، بس احنا مع الاسف ما بنستغلش الامكانيات دي كلها، ما بنشوفش الحلو اللي حوالينا، دايما بنشوف السيء. هيجي وقت نتمنى نرجع ساعه في الدنيا عشان نتمتع بجمالها. فالتشاؤم من أسوأ أسباب الخوف للأسف. بالظبط، بشروا ولا تنفروا، هايلين. صح بالظبط يا أسماء، هايلة. شعور بالوحدة، قافل على نفسي متقاطع، فدايما حاسس بالخوف. خايف، خايف دايما حاسس بالخوف لاني لوحدي. مين اللي عمل لنفسه الوحده؟ هو في حد ممكن يعيش لوحده؟ في حد ممكن يعيش لوحده؟ ما نقدرش. احنا في فطرتنا ربنا خلقنا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد، خلقنا ان احنا نعيش وسط الناس متجمعين. لو بصيت لمنظومه الكون كله عايش جماعات. الطير لما بيهاجر بيهاجر في سرب، النمل في جماعات، كل حاجه في الجماعه. طب انا اللي خلقت النفس الوحده ليه؟ بالظبط، الانسان كان اجتماعي حلو في وقت معين، بس مش كل الوقت يا سهر. علشان انا حاطط لنفسي الوحده دي، ليه ما اكونش اجتماعي؟ وليه ما اكونش انا بنفعل مع الناس؟ مظبوط ولا لا؟ فالوحدة من أهم أسباب الخوف برضه للأسف الشديد. ضعف الإيمان. وعايز أقول لكم إن من أقوى أسباب الخوف إن أنا ما عنديش إيمان بالله عز وجل. والإيمان هنا غير الإسلام، مش معنى إن أنا مسلم يبقى أنا مؤمن. لا. لا. الإيمان الثقة الكاملة التامة وحسن الظن واليقين بالله. ربنا موجود، خاف ليه؟ فالله خير حافظه، فالله خير حافظه. بقرا اذكاري وبستعين بالله وبحسن الظن بالله. اخاف من ايه؟ لما هو خلقني وعارف ضعفي وعارف امكانياتي وعارف صغري وحجمي، وبتضرع ليه وبقول يا رب اخاف ليه؟ ما هو خير الحافظ ليا، هو اللي بيرعاني، هو ما بيخفلش، هو ما بيخفلش عني. هلجأ له واقول يا رب يسيبني. ضعف الايمان هو اللي بيخليني اخاف.
لو انا عندي ثقه بربنا انه حارسني، لو انا عندي ثقه في ربنا انه بيبتليني عشان يختبرني، لو انا عندي ثقه في ربنا في كل شيء، مش هخاف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى اساس الخوف كله ان انا عندي ضعف ايمان بالله. معقول هتصلي وتقول يا رب وتلجأ لله ده هيتخلى عني؟ لازم دايما يبقى عندك صله قويه بالله. الاتصال مع الله، الاتصال مع الله الدائم نور الايمان. لو في قلبك لا يمكن تخاف. طول ما في جنه في قلبك اسمها ربنا لا يمكن تخاف. هقول لكم على حكايه بسيطه قوي واقعيه جدا. الحرب العالميه الثانيه كان في هناك عالم قعد سنين بص لقى ناس بتقع وبص لقى ناس بتصمت ملهاش دعوه بالجسم، بجسمانياتهم، بعقلهم، بتفكيرهم. بص لقى ناس مكمله ومستحمله التعذيب ومستحمله الالم ومستحمله العنف ومستحمله القسوه وناس لا. لما راقبهم لقى ايه؟ لقى ان الناس دي عندها يقين وحسن ظن بالله، لقى ان الناس دي عندها جنة في القلب، عندها رؤية لبكرة، عندها حسن ظن بالله، عندها متمسكة بالبقاء وبالحياة. فاكرين سيدنا يوسف قعد في السجن كام سنة؟ فاكرين؟ كان عنده حسن ظن بالله. وبقى ايه؟ عزيز مصر، صح ولا لا؟ سيدنا يونس كان في بطن الحوت وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استعان بالله. في غير ربنا ممكن الجا له؟ في غير ربنا ممكن الجا له؟ وسيدنا ايوب، الامثله كتير. وسيدنا محمد نتعرض للإيذاء والظلم والقهر والمسيح. ياه قد ايه احنا صغيرين لما احنا مش عارفين ان نور ربنا لو جوه قلبي مش حاجه اسمها خوف. ده وهم انا صنعته بايدي. عرفتوا ان ده وهم؟ صح. مش هتقول يا رب وتخلى عنك ابدا ابدا. احفظ الله يحفظك. تمام يا شباب؟ معلش. طيب قبل ما نخش الاعراض الخوف ممكن نشوف فيديو صغير كده نعمل ريفرش نفسنا شويه دعم. ممكن بعد اذنكم تحطوا لي الفيديو. الفيديو ده جديد ومختلف ولذيذ، يعني هو ليه نمط كده جديد، اتفرجوا عليه. Bonjour Gary, comment allez-vous? Bien, bonjour. Parfait. Gary, vous allez faire une petite promenade. Hein? Vous allez devoir vaincre votre phobie et pour ce faire, franchir ce seuil. Non, pas la porte. Allons Gary, ne faites pas l'enfant. Hein? Tout se passera bien, ne non, vous inquiétez pas. Pas maintenant, encore un petit peu, s'il vous plaît. Hélas, c'est impossible, vous savez bien. Hein? Pensez au monde merveilleux qui vous attend à l'extérieur. Popularité, richesse, calme, luxe, volupté, les petits oiseaux, les fleurs, la télé, enfin tout ça, quoi. Derrière cette porte. Pas la porte! Pitié, docteur! Et puis, pourquoi quitterais-je ce petit nid douillet? Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon jardin, mes plantes,
Vous avez pensé à mes plantes? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et mon aquarium? Vous avez vu mon aquarium? Qui va nourrir ce pauvre bête? Hein? Ben vous partez déjà? Oui, Gary. Mais je reviens. Continuez avec vos poissons. Dommage, vous auriez pu m'aider à pêcher la papillote. En cette saison, elles sont excellentes. Le passage d'une pièce à une autre ne peut s'opérer que par le franchissement pour simplifier, disons d'un cadre vertical mobile séparant deux espaces distincts, permettant la libre circulation entre ces espaces. Vous me suivez? Bien. Je vous propose donc un petit exercice qui vous aidera à dominer votre phobie. Non! Pas la porte! Pas la porte! Non! Calmez-vous, Gary. Écoutez-moi, si vous franchissez le seuil de cette embrasure, vous serez toujours là. Vous ne risquez absolument rien. Menteur ! Démonstration. Regardez-moi. Là, je suis ici. Je suis là, mais comme vous le voyez, je suis toujours ici tout en étant là-bas. Amusant, non ? Vous voyez, c'est absolument sans danger. Venez. Nous allons passer ensemble. Bon, d'accord. Messieurs, débarrassez. Allez. Allez, c'est fini. Comment vous sentez-vous, Gary? Écoutez. Vous entendez? De la musique. Oui, c'est formidable, n'est-ce pas? Ah, et vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Sérénité, douceur, sécurité, un vrai petit nid d'amour. Thé, café, jus d'orange? Non, merci, c'est gentil. En tout cas, je vous félicite. Je dois dire que la façon dont vous avez aménagé votre intérieur est du meilleur goût. Vraiment? Vous aimez? J'adore. Je dirais même que j'ai un faible particulier pour vos peintures, figurez-vous. Ce ne sont que quelques petites œuvres sans prétention, vous savez. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Les couleurs, le mouvement, les matières, la composition. Non, croyez-moi, la plupart de ces toiles mériteraient un vernissage en grand pompe dans les galeries parisiennes les plus réputées. Je vous assure. Enfin, hors de ces murs, quoi. Hein? Et mon aquarium? Qu'en pensez-vous? À la Gary, je n'ai qu'un mot. C'est bien simple, un must. Le point d'orgue de votre aménagement. Non, pas par là. Mon aquarium. Là, de l'autre côté. Ah, oui, bien sûr, oui. Oui, sir. Votre aquarium, oui. Suis-je bête? Bon, maintenant, Gary, écoutez-moi bien sagement. Comme vous le savez, les meilleures choses ont une fin. Et vous n'ignorez pas tout l'intérêt que je vous porte. Ça suffit maintenant. Il est l'heure. Non, ce n'est pas l'heure. Sortez de chez moi. Sortez. Gary, ne m'obligez pas à employer des moyens que je réprouve.
Il est enfin là. وتعالوا نشوف مع بعض ايه اعراض الخوف عشان تشوفوا قد ايه الموضوع بيكون صعب على بعض الناس. يا رب دايما تكونوا مبسوطين. في اثار جسديه وفي اثار نفسيه. تعالوا نشوف مع بعض ايه الاثار الجسديه. فاكرين كان بيقول لك انا بحس بوجع في قلبي من كتر ما انا بخف، الم في الصدر يجي زي وغز، زي نغز، زي تحس بألم وتقل في الصدر بالكتف كده. تمام، دي في التنفس. لا، التنفس صعب، لهجان، ايوه، صداع، صداع شديد بدون داعي، خفقان في القلب، سرعه دقات القلب كده، في كده خفقان كتير. لسه هنكمل كتير. شفتوا؟ ارتفاع في ضغط الدم للاسف، دي حاجات كتير قوي، زياده في معدلات ضربات القلب، الم في المعده. عايز اقول لكم القولون العصبي بيجي من الخوف. ما دي اعراض، كلها دي اعراض جسديه. تمام. طب ايه العلامات الخارجيه اللي بتبان عليا؟ شوفوا، الوش بيكون شاحب واصفر، عرق كتير، رعشه، لا العين وسعت وبرقت كده من الخوف، من كتر الخوف، والعياذ بالله. صح، ربنا ما يكذب على حد. لا، ان شاء الله تتغلب على كل الكلام ده كله. ربنا يعافينا يا رب. طب الاعراض النفسيه بيبقى ايه؟ فزع، مش عارف اركز، توتر، ارق، مش بنام كويس، لو نمت كوابيس، متخيلين ان انا ممكن تحصل لي ازمه قلبيه من الخوف. في الحرب في بعض عملوا اختبارات، عملوا والعياذ بالله، سلامتك يا استاذ احمد، عملوا اختبارات وجابوا 2 من محكوم، 3 من محكوم عليهم بالاعدام، واوهموهم ان هم هيديهم حقن هتموتهم. اوهموهم ان هم هيدوهم حقن تموتهم تماما. وادوهم حقن فعلا الثلاثه. ولما حصل ان هم ادوله بالظبط، ايوه، ادوهم حقن وقالوا لهم ان انتوا هتموتوا وهيجي لكم انفجار وهيحصل لكم كذا وكذا وكذا وكذا. التنين، الحقن دي كلها كانت فيتامينات على فكره. وراحوا لواحد ثاني قالوا له احنا هنديك حقنه ثانيه هتخليك تبقى كويس. اللي تاني التانيين ماتوا من الوهم ومن الخوف، والتاني عاش. هو ما تقولش الحقن ما كانش فيها اي حاجه، مجرد ان هم وهموا نفسهم بالايحاء. بالظبط يا مرة، بالظبط، برافو عليكي. فانا خوفي ممكن يوصلني لمرحله مرضيه انتم ما انتوش متصورين ممكن تعمل فيا ايه، ان انا اموت. طب ليه؟ هل كل المخاوف اللي احنا تعرضنا لها دي تستاهل؟ كل اعراض الخوف وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها وكل انواع الخوف تستاهل ان انا اموت واضيع حياتي؟ بالظبط لا. تعالوا نكمل ونشوف. يلا، احنا جينا للنقطة اللي مستنيينها كلنا يا أسماء، اصبري.
ازاي نتغلب على الخوف بتاعنا؟ مستعدين؟ هتركزي معايا؟ ومن دلوقتي كل واحد فينا عنده خوف ينوي انه هيتغلب عليه باذن الله. اتفقنا؟ يلا نقول بسم الله. اول حاجه واهم حاجه واحلى حاجه، دوروا على اللي يحبكم زي ما كان المتوكلون. قبل اي شيء زي ما قلت كلكم وانتم رائعين، بسم الله نتوكل على الله. الله عليك يا اسلام. من يتوكل على الله فهو حسبه. ملناش دعوه اللي بيتدخل في حياتنا، احنا عندنا القوه وعندنا الشجاعه وعندنا الثقه. انا ماليش دعوه، ما بقولش بس، ما بقولش توكلت بس، ما ينفعش يبقى انا مش متوكل على الله يا استاذ احمد. لا، النيه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلت على الله، شفتوا زي ما قلنا كده بسم الله، وانا اتوكل على الله زي سهر ما قالت. اتوكل على الله واني ان انا هتغير، هازم خوفي وهتغلب على خوفي، لاني مش ضعيف انا قوي، بمعيه ربنا انا قوي. صح؟ احنا بمعيه ربنا اقوياء ولا لا؟ سند الله، ظهر الله. احنا عايزين ايه غير ربنا؟ احنا بنعامل البشر، احنا بنتعامل رأسي مع الله. انا حمايتي الله، وكفى بالله وكيلا. الله عليكم. يلا نكمل. كلا يصيبنا، شوفوا جمال الآية دي وتدبروا المعاني. عارفين احنا لما تدبر القرآن كلمة كلمة حرف حرف، في ناموس وقانون لحياتنا. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله الله. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ربنا كتب علينا أقدارنا كلها. إحنا شايلين هم الدنيا بقى ليه؟ هم إحنا حياتنا مرسومة مكتوبة مكتوبة. اخاف واشيل هم الدنيا واخاف وافزع عليه. الحيوانات ربنا اللي خلقها، الدنيا ربنا اللي خلقها، كل شيء من المخاوف دي ربنا خلقها. خايف من الفقر وبايد الرزق، خايف من الفشل وربنا بايده ينجحني، خايف من بكره وربنا ممكن ياخدني دلوقتي ما يجيش عليا بكره. ما استمتع، ما استمتع، ما عيش يومي، ما عيش حياتي. ربنا رسمني، ربنا مكتب لي كل شيء، اخاف من ايه؟ نتوكل على الله. كل حاجه ربنا بيعملها اللي احنا شايفينها وحشه هي حلوه، لانه بيجنبني شيء اصعب واصعب واوحش. انت نازل عملت حادثه رجليك اتكسرت قعدت في البيت، كنت ممكن تروح المشوار ويجي لك فيه مصيبه تاذيك طول عمرك. صح؟ واحده مستعجله قوي انها تتجوز، طب ما انت ممكن تتجوزي النهارده وتطلقي بكره. التوكل ان انا ارمي حمولي على الله بس اسعى، التوكل ان انا انام في بيتنا واقول ما هو ربنا هيرزقني يا مروه. ينفع؟ اتوكل يعني انا افوض امري الى الله. انا بسعى في الدنيا وبتحرك. ربنا خلقنا لسببين يا مروه، العباده والخلافه في الارض. انا ربنا خلقني عشان اعبده واسعى في الدنيا، ما عنديش حاجه في الدنيا اعملها غير كده. احنا بس بهارج الدنيا اللي خدتنا، اسعى في سعي دائم، في حركه دائمه، اسعى وربنا هيرزقني على قد سعي وعلى قد عبادتي، ربنا بيرزقني يا رب. صح؟ شاركت في الفرق بين التوكل والتواكل. التوكل ان انا انام في بيتنا واقول بقى ربنا هيرزقني، زي ده حتى الطير بيجرى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبيسعى من شجره ويهاجر بلاد عشان يجيب رزق. الطير الضعيف اللي بيتعرض لكل القسوه اللي في الدنيا ربنا بيرزقه، بس بيسعى. ولا قاعد في العش وربنا بيجيب له اكل حد عنده بيسعى ولا لا؟ مظبوط؟ تمام يا جماعه؟ هايل. طيب هنحدد احنا خايفين من ايه؟ احدد هو انا خايف من ايه؟ خايف من الضلمه، خايف من الفقر،
خاف من الفشل، اقعد مع نفسي كده زي ما اتفقنا، قعدت صراحة واشوف انا خايف من ايه فعليا، واقول واقعد كده واقول انا خايف من كذا، احدد سبب الخوف بتاعي، ده اساسي. اكون صريح، انا بخاف من الضلمة، انا بخاف من الحيوانات، انا بخاف من المية، بخاف من المرتفعات. لازم احدد انا خايف من ايه عشان اقدر امسك الموضوع من الاول. تمام، الشات شغال؟ اوكي تمام، ركزوا معايا. هاي معلش، انا بحبكم تتفاعلوا معايا، بحب ان انتوا تبقوا معايا، انا مش بدي محاضره انتوا تسمعوني وتروحوا، انا مدربه يعني، بنتدرب مع بعض واحنا مع بعض بنحاول نوصل لحل المشاكل اللي عندنا ونطور مهاراتنا. تمام، عشان كده دايما بحب ان انتوا تبقوا متواصلين معايا. اوكي، ربنا يخليك يا رب، انت الاجمل. هنواجه مخاوفنا ونعرف ان مفيش حاجه اسمها خوف اصلا، لا وهم، احنا اللي صنعناه بنفسنا. طالما غيري ما بيخافش منها وبيتعامل معها طبيعي، يبقى وهم ولا لا؟ لازم احط في دماغي، ما انت جايه متاخره، احنا اتكلمنا عن الفشل، هرجع لك ثاني يا ميت. لازم اقول لنفسي واقنع نفسي ان ده وهم، انا اتعودت نفسي عليه وانا بايدي حبرمج نفسي انه مش صح. شفنا احنا لما قعدنا اتكلمنا وضحكنا وقلنا ان في حيوانات وان في وفي ناس قالت في ناس قالت لا، انا عايد نفسي ان مفيش حاجه اسمها الخوف ده، ده حاجه فيك، ده حاجه كذبه انا اتعودت عليها بس من زمان، لكن هي مش حقيقيه. مظبوط، يبقى انا لازم اواجه نفسي ان الخوف ده ولا حاجه، وهم مش حاجه. طيب ايه كمان؟ ايه يعني اللي هيحصل؟ ايه يعني اللي هيحصل وانا حبست نفسي في اوضه ضلمه 10 دقايق؟ مش هموت. طب ايه يعني اللي هيحصل لو انا يعني طلعت فوق برج؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اسوء حاجه في الدنيا ممكن تحصل لي يعني؟ وافكر وافترض الاسوء قوي، مع انه مش هيحصل على فكره، افترض اسوء واوحش حاجه، ولا هنموت ولا هيحصل لنا حاجه، ولا ايه يعني؟ يعني مثلا الصرصار هياكلك، الفار هيقتلك، الضلمه هتخنقك، مش هيحصل حاجه من دي خالص. لما نزلت البحر وانت معاك اصحابك وعلى الشط مش هتموتش. افترض الاسوء، لازم افترض الاسوء. ولا عفريت ولا بتاع مع عفريت ولا بني ادم، بالعكس يا اسماء الصبر، الصبر لو تصبروا انا هعطي لكم الموضوع باذن الله، ليه بتستعجلوا؟ اصبر اصبر، حاضر. مش بينفذ عشان ما عندوش اراده، ما عندوش القدره على التنفيذ. احنا قلنا في الاول ان نتوكل على الله ونستعين بالله ونقول يا رب. هو في بعد ربنا ايه يا جماعه يعني؟ انا مش فاهم. انا توكلت على الله وعندي النيه وعندي الايجابيه، الاراده ارادتي فين بقى انا؟ ركزوا بقى معايا لان دي اهم جزئيه عندي. بصوا مركزين، هقعد مع نفسي واكتب، لا ركزوا معايا شويه عشان ده تمرين مهم جدا وده اساس الجلسات. خلي بالكم انتوا لو رحتوا لدكتور نفسي بيعمل لكم 12 جلسه عشان يخرجك من حاله الخوف. احنا مش محتاجين لدكاتره، احنا دكاتره نفسنا، اطباء نفسنا، لان اللي احنا بنتكلم ده في حدود السيطره عليه، اقدر اسيطر عليه. تمام، هقعد مع نفسي اشوف انا خفت من الموضوع ده كم مره، واكتب الوقت اللي اكتب امتى خفت منه، يعني انا خفت من الضلمه كام مره، خفت من الحيوانات كم مره، كم مره بخاف، هل بخاف على طول دايما بفكر في الموضوع ولا في وقت معين بخاف؟ تمام، هكتب انا خفت كم مره. الحاجه الثانيه بقى، شايفين الساعه الحلوه دي؟ الوقت، هحدد لنفسي وقت هستحضر فيه حاله الخوف اللي انا بخاف منها ازاي. يعني انا الساعه 6 هقعد على الكرسي الوحش اللي في الجنب ده في الاوضه دي، وهفتكر انا بخاف من ايه، واقعد اشوف واسترجع حاله الخوف اللي انا كنت فيها. واضحه النقطه دي ولا مش واضحه؟
واضحالكو؟ كويس قوي. هحدد انا بخاف من ايه وامتى، وما بخاف انا مثلا تاني يا اسلام تاني. طيب هنوضحها تاني. دلوقتي نفترض ناخد مثلا الصرصار مثلا زي ما سعاد قالت، انا بخاف من الصرصار، هقعد هحدد لنفسي وقت معين هخاف منه من الصرصار، هتخيل في صرصار قدامي بس دلوقتي ده الساعه 6 مثلا، لما اجي يجي صرصار قدامي هقول له انا مش هخاف منك دلوقتي، انا معادي مع الخوف بتاعك الساعه 6، عندي وقت للخوف. تمام؟ فانا مع الوقت هبرمج نفسي ان انا مش خايف من الصرصار دلوقتي، ده مش وقتك، انا عندي معادي الساعه 6 ان انا اخاف منك، واستحضر الحاله اللي انا بخاف من الصرصار، انا ببقى عامل ازاي؟ اتصور قدامي، او اتصور الضلمه، اتصور الميه، اتصور النار، اتصور لحظه البشر، ايا كان شكل الخوف اللي انا بتصوره هرجع اتصوره في الوقت ده. ما احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتكلم ان احنا هنعمل ده يوميا، مش هيطلع الساعه 6 ولا حاجه واحنا يعني خلاص احنا مختارين مكان امن لينا قاعدين فيه، ايا كان اللي احنا عاوزينه. تمام؟ اوكي. انت هتستحضر الحاله دي نفسها وهتقعد مع نفسك وتفكر فيها. الحاجه الثالثه بقى، انا استحضرت الحاله وهي مش معايا، انا استحضرت الشيء وهو مش معايا، ابتدي افكر طب ايه الحل. اول يوم انا ممكن ما الاقيش حل، ثاني يوم هلاقي حل، حتى لو الحل ده اي كلام، يعني مثلا انا خايف من الصرصار هضربه بالشبشب هيموت، هرشه بالبيروسول، هند حد يموتوني، هبتدي انا نفسي الاقي حلول لنفسي. فاهمين؟ مع الوقت ثالث يوم رابع يوم الله طب ما انا حليت المشكله اهو، امال هو ايه المشكله اصلا؟ ما كانش عندي مشكله بقى، ده انا ما عنديش مشكله، ده انا كده ما عنديش مشكله اصلا، ما انا عامل ازمه ليه؟ فابتديت الاقي حلول، حددت انا بخاف كم مره وبخاف امتى، واستحضرت الحاله، ابتديت الاقي نفسي حلول. ده هعمله قد ايه؟ مش اقل من اسبوعين. اتفقنا؟ واضحه الجزئيه دي يا شباب؟ ولا نعيد تاني؟ ها دي مهمة جدا، دي من أهم الأشياء، دي فيها أشياء من البرمجة، هيقضي مع الوقت هيقضي. تاني يا أسماء. طيب تاني، إحنا هنقعد مع نفسنا هنحدد مرات الخوف، إحنا كتبنا خلاص إحنا بنخاف من إيه، وحددنا إحنا بنخاف من إيه، وقلنا إحنا بنعمل إيه. تمام؟ طيب، وهنحدد وقت هنستدعي فيه حالة الخوف. هقول ان انا الساعه 6 في المكان الفلاني انا وقتي مع الخوف، في اي وقت هتعرض فيه الخوف هقول لا ده مش وقت الخوف بتاعي، انا ماجله للوقت التاني، الوقت بتاعي الساعه 6 انا بخاف فيه من الصرصار مثلا، وفي نفس الوقت انا هحدد لنفسي حلول اقدر اتصرف ازاي مع حاله الخوف دي، حتى لو الحلول دي وهميه، حتى الحلول دي مش حقيقيه، واكتبها. مهم قوي ان انا اكتب كل شيء عشان اتخطى الحاله اللي انا فيها. مع الوقت هتبص تلاقي نفسك ان انت خايف من وهم، شيء مش حقيقي اصلا ان انا خايف منه. فاهميني؟ وضحت؟ أسماء؟ مين قال إن مش وقاية؟ جربت وما حصلش؟ أستاذ محمد، ما تقولش وقاية وأنت ما جربتش. أيوه، تخيل نفسك إن أنت حليت فعلياً المشكلة، حط نفسك في يعني كأنك أنت بره الصندوق، دايماً لما تحصل لنا مشكلة ما تخلوش نفسكوا جواها، بصوا عليها من براها، هتلاقوا مين حل وحل، مفيش مشكلة في الدنيا ملهاش حل. إحنا اللي بنوهم نفسنا إن مفيش حل للمشاكل. واجه. خلي عندك القدرة. تمام؟ بالظبط، أتخيل إنها موجودة وأعمل نفسي في مواجهة معاها. تمام؟ لازم. انت بتخاف من حاجه ما تعرفهاش يبقى بتخاف من المجهول يا محمد، يعني معنى كده ان انت ما بتخافش اصلا، ما فيش حاجه اصلا تخاف منها. يعني ايه انت بتخاف من حاجه ما تعرفش تحددها؟ انت بتخاف من ايه؟ ما هو انت لازم، انت لو مركز معايا تعرف ان انت لازم تشوف انت اصلا بتخاف من ايه يا محمد. اخاف اصلا. هشوف انا خايف اصلا من ايه؟ احساس بالخوف من ايه يا احمد؟ ما هو انا دلوقتي انتوا تحاولوا تركزوا في الخطوات اللي احنا بنعملها. أصلاً إحنا قلنا في البداية أنا هحدد لو الموت مثلاً، بتخاف من الموت ليه؟ ما أنت هتموت
مش انت ميت؟ ما انت ميت ميت، هتفضل عايش خايف من الموت لحد ما تموت؟ اقعد كده مع نفسك وشوف انت خايف من الموت ليه؟ هل انت مش راضي ربنا؟ هل انت مش عامل اللي عليك؟ حاجات كتير هاخد حاجة حاجة، هتحدد وقت الموت ازاي؟ انت مش فاهمني، انت الحتة دي وقع عندك. انا ما بقولتش هتحدد وقت الموت، انت خايف من خفت من الموت كم مرة؟ كل يوم بتخاف من الموت ولا كل ما حد يموت بتخاف منه؟ بتخاف من الموت. ممكن نوقف شوية يا جماعة وندي بس فرصة للأستاذ محمد، علشان الموضوع اللي بتكلم فيه محتاج دقة شوية عشان يوصل له المعلومة. محمد خليك ركز معايا، ممكن مش عايزة غير محمد اللي يتكلم معايا. بعد إذنكم اديله فرصة عشان هنستفيد منه. أما جات لك مناسبة، يعني معنى كده إن أنت مش 24 ساعة خايف من الموت. آه لما بفتكره، لما أنا بيجي مناسبة، لما حد بيموت، مظبوط يا محمد؟ أنا دلوقتي قعدت مع نفسي واجهت نفسي، وانا خايف من الموت، خفت من الموت 10 مرات، انا عارف ان انا خايف من الموت وقت ما الناس بتموت. هحدد لي وقت معين هقعد فيه مع نفسي قعده صراحه، وانا خايف من الموت ليه؟ انا مش بعطي ربنا، انا مش عامل اللي عليا، هو انا مش مؤمن ان في جنه وفي نار؟ طب انا لو عرفت ان انا لما اموت هخش الجنه هخاف ليه؟ يبقى بالتالي مفيش سبب للخوف يا محمد. وما بقى انا عارف ان انا جاي لي ساعه هموت فيها هموت فيها، ولا انت بتخاف حد عزيز عليك هيموت يا محمد؟ اه هيقضي على خطتك من الموت. لما ليه بقى؟ لان انت هتتغير نفسك من جواك، هتسعى ان انت تعمل حاجه اللي ترضي بيها ربنا، لما تبقاش فيها خايف من الموت، لما تبقى مؤمن ان في وقت هتموت فيه فعلا. هو انت خوفك هيخليك ما تموتش؟ احنا هنموت هنموت، كلنا هنموت، كلنا لينا وقت، كلنا لينا ساعه، كلنا بكل اجل كتاب يا محمد. عشان كده انا قلت في البدايه توكل على الله واؤمن بالله واحسن الظن بالله. عرفت ليه يا محمد؟ فهمت انا اقصد ايه؟ نرجع تاني يا شباب من حضرتنا. اي خوف، لا انت انت لا موجود، لازم اخاف من الموت عشان اعمل لدنيتي، عشان اعمل لاخرتي. ما هو الخوف، بس انت عندك خوف ستيل بقى. انت ليه؟ انت واضح ان انت ما دخلتش معايا من اول محاضره، صح يا محمد؟ محمد بعد اذنك، انت دخلت معايا من اول محاضره؟ دخلت معايا من اول محاضره يا محمد؟ بنسبه 90% لا، لان انت ما فهمتش ان انا بتكلم عن الخوف المرضي اللي بيبقى مسيطر عليا، اللي انا ببقى عايش قايم نايم وهمي بيه. الخوف من الموت ده شيء طبيعي عند البشر، انا مش بتكلم على الحاجات الطبيعيه. يعني انا دلوقتي بقول الخوف من الحيوانات، الحيوانات اللي هي مين؟ الاسد مثلا ما طبيعي ان انا اخاف منه، لكن الخوف من الموت والخوف من ربنا ده شيء طبيعي جدا. تمام؟ لا، الموت الفوبيا ان انا خايف من الموت وان انا افقد موت ده مش طبيعي، لكن فكره الموت بصفه عامه طبيعي ان انا اخاف منها. واضحه يا شبابك المعلومه دي ولا في حد عنده لبس في الجزئيه دي؟ ارجع واقول تاني، انا بتكلم على الشيء اللي مش طبيعي، اللي بيخليني ابقى مش طبيعي. فاهماني يا جماعه؟ انا بتكلم على الحاجه اللي الخوف الغير العادي، الحاجه الغير طبيعيه اللي بتوصل معايا ان انا مش قادر اعيش حياتي فاضيه. تمام؟ طبيعي، دي حاجات احنا لازم نخاف منها، دي اساسيات اخاف منها. مواجهة الجمهور. اتفضلي يا اسماء. اتفضلي يا اسماء، اتفضلي. يعني ايه الحياة الأبدية؟ هو في حد مخلد يا بنتي في الدنيا؟ دي حاجة غريبة، ازاي؟ يعني مفيش حد هيخلد في الدنيا، كلنا لينا ساعة. بعد الموت، بعد الموت اعملي بقى في دنيتك عشان تضمن مكانك. المحاضره قربت تخلص، ما تقلقش، مفيش خوف من ده. تمام؟ طب خلينا نخلص عشان الناس اللي خايفه بس الكمبيوتر يروح منها ده. عيش الحاضر، استمتع بحياتك، استمتع بكل لحظه بتعدي عليك. هيجي وقت تتمنوا الوقت اللي بيعدي ده ما بيرجعش. الوقت اللي احنا فيه، اللي في نعمه فيه، اللي بصحتنا، اللي بعافيتنا، اللي بنستمتع فيه وبنخرج وبندخل فيه، هيجي وقت ما نعرفش نرجعه تاني ابدا. يا ريت مركز يا استاذ احمد في المحاضره بعد اذنك. عيش الحاضر واستمتع بجماله، عيش كل لحظه في حياتك كانها اخر لحظه في حياتك. عيش واستمتعوا وانبسطوا وعيشوا حياتكم واتمتعوا بجمال الدنيا. تمام؟ يا ريت نركز في محاضرتنا. اقبل الواقع زي ما هو،
Du bräuchte die Maya, genau, Anela. Toi, Tami. Hello. هنقبل الواقع، هنقبل إمكانياتنا، هنقبل ظروفنا ونطورها ونحسن أوضاعنا فيها. هنقبل الواقع ونشوف إحنا إيه عيوبنا ونغيرها. هنقبل الواقع ونحب نفسنا. هنقبل الواقع لأن هو ده الواقع بتاعنا. فاهميني؟ لازم أقبل الواقع عشان أنا هو ده واقعي، أتعايش معاه وأقبله. تمام؟ الله يخليكي. ايوه الرضا، الله عليك يا اسماء. لما تلاقي نفسك في حاله الخوف مسيطره عليك اشغل نفسك. هو الخوف بيجي لنا منين؟ ان احنا بنقعد مع نفسنا وان احنا نقعد نفكر ونقعد نسيب نفسنا لهواجسنا. بكونك تختلي بنفسك نص ساعه بس. حاضر يا مين بعد المحاضره؟ عنيا حاضر. تختلي بنفسك نص ساعه بتجيب كل الافكار السيئه والسلبيه وبتدي لنفسك فرصه للشيطان والوساوس تخش في دماغك. اشغل نفسك باللي ينفع. اقرا، اجري، العب رياضه، اكتب. النفس اللي تشغلها بالخير شغلتك بالشر، اللي تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. اقرا قران، استغفر، اعمل خير، تطوع تعمل خير. في ناس كتير قوي على فكره احنا محتاجين لنا، في ناس محتاجين لنا واحنا اللي غافلين. في ناس كتير محتاجين لنا. ليه احنا فين من حياه الناس؟ ليه مش شايفين اللي حوالينا؟ ما تعرفش ان في كفيف بيتمنى صوتك تقرا له بس صفحه واحده عشان بس يستمتع بحلاوه الثقافه والقراءه؟ في اي مجال يا استاذي، اي مجال في صناعه الحياه، في اي مجال، في اي نشاط، انك تخدم غيرك، انك بس تزور مريض، كل ده حاجات كتير قوي ممكن نعملها في حياتنا. في حاجات حلوه قوي لو بصينا للناس، لو بصينا للناس هنلاقي ان هم محتاجين لنا قوي. طبعا اكيد يا محمد، عشان احنا اللي عاملين كده. احنا نغير، احنا مالناش دعوه. بصي اسماء، احنا طالما هنا مع بعض، طالما احنا عندنا فكره وعندنا راي، نشجع غيرنا. يعني انت اتعلمتي حاجه، زكاه العلم ناشفه، وبلغوا عني ولو بايه. اساتذتنا لما علمونا كانوا متوسمين فينا ان احنا نعلم الناس، ما نحتفظش بالعلم لنفسنا. اي استاذ عظيم وجليل تتلمست على ايده حط في دماغ الفكره دي، زكاه العلم نشره. ملوش فايده لو اتكتم جوه صدورنا، نعلمه. فاهمني ولا لا؟ لازم اساعد غيري. عمري ما هنجح لوحدي، عمري ما هنجح لوحدي. هنجح بالناس ومع الناس ومحبه الناس. اسيب لي ذكرى طيبه، ابقى عامل زي الميه كده مهمه في حياه الناس. صح ولا لا؟ اي حاجة هنتكلم. ربنا يبارك لك يا استاذ، ربنا يبارك لك. اي حاجة زعلتني وأزنتني وضايقتني ووجعتني، جزاك الله خيرا. امسح الماضي كاملا ديليت. هو اللي راح هيرجع، اللي راح بيرجع يا جماعه ما بيرجعش خالص. افتكره في حاجه واحده، اني اتعلم منه، بس اتعلم من الماضي بتاعي، من التجربه. لكن اشغل نفسي بيه، اضايق نفسي بيه، ملوش اي لازمه، مش مهمه عندي خالص. انا ممكن استاذن الدعم يزودوا لي ربع ساعه في الوقت بعد اذنكم بليز، عشان ندي فرصه بس للناس تتكلم معايا بعد شويه، ان احنا قربنا نخلص. امسح كل الماضي. ما هو انا طول ما انا خايف وبشوف الماضي هيحصل لي وحصل لي وحصل لي، وافضل افكر. وبعدين حاجه ثانيه، هفضل افكر كمان مين اذاني، مين زعلني، مين ضايقني، مين انا على خصومه مع مين. هفضل ازعج نفسي. لا سهل قوي يا عصام، سهل جدا 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 جدا. الإرادة
صفاء القلب وانيقة القلب وسلامة القلب، انتوا عارفين انها نوع من انواع الزكاة، سلامة القلب والتسامح. ربنا عز وجل بيسامح، انا مش هسامح، مين انا علشان ما سامحش البشر؟ مين انا؟ تسامح، صف النية، صف القلب. يعني من ربع ونصف ساعة بس يا أستاذ إبراهيم بعد إذنك. تمام؟ لا لا مش ساعة هيبقى كتير. تمام يا جماعة مركزين معايا؟ الغالي ما بيزعلنيش يا أسماء. الغالي ما بيزعلنيش. والغالي زعلني ما استمحني العذر كمان، ما اشوف هو زعلان مني في ايه ولا حصل ايه. تمام؟ معلش استمحني العذر. ما احنا هو احنا دلوقتي ما بنزعلش حد مننا، ما احنا بنزعل الناس مننا. مش احنا بنزعل الناس مننا؟ ما لازم يبقى فيه مساحه من الغفران. لازم بالظبط التمس لاخيك الف عذر. احنا بنزعل من غير ما بنقصد، ما التمس لاخيك العذر واناقشه. في مساحة من الغفران ما بيننا يا جماعة، احنا نسكن السكاكين لبعض. الله الحياة أقصر مما يكون. اجروا انتوا وصالحوا الناس، احنا داخلين على شهر كريم. اجروا انتوا، ده الحياة قصيرة قوي. ان بيننا النهاردة مش موجود معانا بكرة. صفوا القلب. معلش معلش، عودوا نفسكم على الحب وعلى التسامح والسلام كده. احنا احسن. بادروا بادروا بالسلام. خيركم من عفا. في ايه؟ خلاص هنمسح الماضي ونبتدي صفحة جديدة ونقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا؟ أيوة. هاي شايفين الصورة الجميلة دي؟ شايفين الصورة الجميلة دي؟ كلنا نبتسم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أيوة شوفوا جميلة ازاي؟ أنا قصدت إن أنا أجيبها لأنها لازم عارفة إنها كلكم غصب عنكم هتبتسموا لما تشوفوها. اصنع الابتسام، اخلق الفرح، اغزل الفرح، اصنع السعاده لنفسك، اضحك رغم اي حاجه، اضحك. هيبتسم بس ابتسم غصب عنه، بس ابتسم. صح يا احمد؟ ابتسم، هو ابتسم لانه عايز يبتسم، عايز يفرح. بايدينا احنا اللي نضحك ونبتسم. انت غصب عنك هتشوف هتبتسم. في حد يقدر يقاوم ابتسام الطفل دي؟ خليك طفل من جواك وابتسم. ايوه كلكم ابتسموا افرحوا. السحر الحلال، الابتسامه هي السحر الحلال. احفظوها، الابتسامه هي السحر الحلال، احلى حاجه في الدنيا. وماله بس بتبتسم. ايوه احلى حاجه في الدنيا الابتسام. افتكروني كده دايما باللفظ ده، الناس كلها عارفين ان انا دايما السحر الحلال. تمام. عارفين من ضمن الضيق والخنقه اللي بتجيلنا ومشاعر الخوف ان احنا ما بنتنفسش كويس؟ عارفين ان كلنا ما بناخدش الاكسجين الصح والتنفس السليم؟ عارفين كده ولا لأ؟ ان احنا مش متعودين نتنفس صح. طب بنتنفس صح ازاي؟ طبعا احنا دلوقتي انا مش قدامكم، فهنحاول اوصل لكم المعلومة ان احنا بناخد نفس شديد قوي من الانف وبنكتمه وبنطلعه في زفير قوي من الفم في 4 عدات. لو تعودنا نعمل كده بعد كل صلاة، نتنفس من الانف جيدا ونكتمه ونطلعه من الفم بقوة كده. تمام الصوت؟ تمام الصوت؟ تمام يا شباب؟ تمام. معلش نعمل ريفريش اللي عنده مشكلة في الصوت. ايوه تمام. وننفخ قوي فنطلع كل الطاقة السلبية كل حاجة جوه بتدوخ في الأول، بس مع الوقت تعودك كده بعد كل صلاة. بعد كل صلاة لو قعدت أنت حتى التنفس ده 5 مرات هتلاقي نفسك الأكسجين بيوصل لك أحسن لدماغك، تحس بالراحة.
تمام؟ أوكي؟ لا مالناش دعوة بالشاش والكلام ده، ربنا يعفونا. يبقى التنفس، التنفس السليم مهم جدا جدا جدا. أوكي؟ عليكم السلام. جميل؟ اتفقنا؟ اتنفسنا مش هنشيش، احنا مش جايين نشيش، دي مش غرزة، دي محاضرة. تمام نكمل. الاسترخاء، نسترخي، نعيش في هدوء كده، لحظة استرخاء، نفتح قرآن كريم، موسيقى، نقعد في مكان هادي، يا سلام لو في حديقة، لو على بحر، لو في مكان، في البيت، في وقت يا سلام. أقول إيه بعد كلمة السلام الداخلي دي يا ربي؟ قول لكم أساتذة أنتوا مش محتاجيني أنا أروح. كده أنا يعني أنتوا ما شاء الله عليكم كلكم أساتذة. اليوجا كرياضة مش كمعتقد. تمام؟ شايفين الاسترخاء والرياضة بيخلوني عاملة شيء كده ريلاكس خالص خالص خالص. الاسترخاء ده بيخليني في حالة سلام وهدوء. ربع ساعة كده، نص ساعة، يا سلام. معلش ما هي ماما يعني ربنا يخليها لك، بس ماما في وقت بتنام فيه، لا في ماما وقت بتخرج فيه. احنا اللي بنجيب لنفسنا بس وجع القلب، ماما دي بعد كده يعني هتتمنى التراب اللي بتمشي عليه. ماما ربنا يخليها، يا سلام تنده. تمام؟ افتكروا اعراض الخوف، افتكروا مشاكل الخوف. يستاهل الوهم اللي انا في دماغي ان انا اموت، ان انا اعيا، ان انا امرض؟ يستاهل؟ ابدا. يبقى انا حافظ على صحتي واتلافى الخطر ده ولا لا؟ صح؟ مفيش اي حاجه في الدنيا تخليني اعيش موهوم ومريض، يجي لي ازمات قلبيه والعياذ بالله ومشاكل صحيه انا مش قدها. انا بصحتي حافظ على صحتي، دي نعمه، تاج، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. شفتوا بقى؟ الحب، والحب هنا انا ما اقصدش بتاع شجره واتنين ليمون. شوفوا انا جايبه حب ايه؟ الاصحاب، الاهل، البلد، الام، الاب، الزوج، الزوجه. لحسن تقولوا دلوقتي حربنا على الفساد ولا حاجه، مع ان الحب ده من اجمل الاشياء اللي في الدنيا يعني. احنا مش معنى كده ان انا اقفل معاك كل واحد مننا بيحب في حد، لا، انا اقصد احب البيئه المحيطه بي، احب اهلي، احب اصحابي، احب بلدي، احب حياتي، احب امكانياتي، احب ربي. يعني تعلم ان انت تحب. تفتكر احنا لو وسط الناس اللي احنا عايشين وسطهم وبنحبهم 6 مليار بني ادم ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا حب فيك خلق يا محمد، بس انا بنقول على البنات اللي هنا لو سمحت، تحب اللي بتعمليه عشان انت عايزه تكوني الاحسن يا اسماء، عايزه تكوني الافضل، عايزه تكوني الاقدر، عايزه تكوني مميزه، فهتحبيه. اتفقنا؟ لما اعيش في جو وفي حب وفي سلام هخاف من ايه؟ ما انا معايا الناس اللي بتحبني، ما انا ربنا بيحبني، وبحب بلدي فانا مطمنه، بحب بابا، بحب ماما، بحب اخواتي، بحب جوزي، بحب ابني، انا في عيشه بحب فيها الناس. معنى اصح اتعلم الحب وابعد عن الكره تماما. فهمتوني؟ فاهم معنى الحب؟ اتعلم الحب، مفيش هيبقى فيه خوف ابدا. ساعد الاخرين، انت اتغلبت على خوفك؟ فاكرين لما قلت انا الواحد بيقول لك انا كنت بخاف من الضلمه وبطلت؟ بطلت، هنشوف دلوقتي، بطلت اخاف من الضلمه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ انا اعلم الناس. محمد ممكن ناجل الاسئله بعد المحاضره، انا خدت نص ساعه زياده عشان ارد عليه، تمام؟ اعلم الناس ازاي يتغلبوا على الخوف بتاعهم، ده في حد ذاته مساعدة الناس دي هتخليني أبقى مبسوط، صح ولا لأ؟ الإيجابية. عايزاك أنت في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة بس، كل واحد يقول لي حاجة إيجابية هو بيعملها،
في دقيقة واحدة بس. هديكوا وقت، مش هتكلموا، هديكوا وقت تقولوا لي كل واحد إيه الإيجابية. هايل هايل هايل، كملوا يا جماعة، كملوا كملوا. أنا اللي ساكتة يا أستاذة نعم، عشان الناس بتكتب الإيجابيات بتاعتها. جميل، خلينا نشوف الإيجابية. إيه هي الإيجابية؟ احنا شكلنا هناخد وقت شويه يا دعم، معلش حقكم عليا يعني، واضح ان احنا هنعدي النص ساعه، ف معلش ادوني براحي بس نقفل الساعه، ولو خلصت قبلها تمام. خلينا نشوف الايجابيه. لو تعلمنا الايجابيه ربنا يكرمك، لو تعلمنا الايجابيه في حياتنا هتبص تلاقي احنا حياتنا مختلفه تماما. طب انتوا كلكم اديتوني افكار هايله جدا جدا، انا حاسه صراحه ان انا ماليش لازمه، انا بستفيد منكم، انا بتعلم منكم، أنا اللي بتعلم منكم. تعالوا كده نشوف الإيجابيات العشر اللي إحنا ممكن نتعلمها. تفاءلوا بالخير تجدوه. تخيلي لو أنا إيجابية في حياتي ونظرتي متفائلة للدنيا، عندي تفاؤل كده وعندي خير وعندي فرح في قلبي متفائلة، تمام؟ لو أنا متفائلة هحب حياتي كلها. كلنا نتعود، ربنا يخليك يا رب، نتفائل، تمام؟ متفقين كلنا ان احنا هنتفائل ونتعلم الايجابيه دي في حياتنا، ان احنا نكون متفائلين. هايل جميل قشطه. طيب الحماس يعني الشغف، يعني ابقى متحمس كده، مانيش بليد، مانيش كسلان، مانيش كده يعني خمول كسول، ما اعمل حاجه من غير نفسي. فاكرين مين اللي قال لي انا عايز احب شغلي؟ ايوه عايز احب شغلي، عايز احس ان انا بحب اللي انا بعمله، انا من جوايا حابب متحمس. اثناء لو انت حسيتي ان انت كل يوم بتصحي الصبح هتعملي حاجه بتحبيها وحاجه هتبقي انت رقم واحد فيها، هتتحمسي، عندك حماس، عندك شغف، عندك إرادة، عندك كده، عندك زي ما بيقولوا حركة باللغة الدارجة بتاعتنا، سوري للمش مصريين اللي معايا، احنا عندنا حاجة يقولك يخليك كده ملحلح وخليك حرك وخليك نشيط، يبقى عندك حماس كده تصحي الصبح قبل ميعادك عشان تجري تحققي اللي انت عاوزاه، حتى لو في رياضة، حتى لو في رياضة، حتى لو انا رايح رحلة. افتكروا نفسكم ان انتوا رايح رحلة، ان انت عايز تروح رحله، بتبقى قايم ازاي؟ قايم كلك نشاط وحيويه وعزم كده، الشغف ان انا اكون شغوف بالشيء اللي انا بعمله. ماليش دعوه يا نبيله، نبيله هو انا ليه بسمع للناس وعامل حساب للناس؟ اسد ودني دول لصوص نجاح، دول سارقين الفرح يا نبيله. السخريه، انا مالي في سخريه الناس؟ تاني مثل سيدنا نوح، لو سمع الناس اللي قالوا له انت بتبني السفينه في الصحراء واتريقوا عليه كان غيري ولا لا يا نبيل؟ صح؟ انت عندك هدف وعندك شغلك، وانت هتبقى رقم واحد في شغلك عشان انت عندك رقبه وعندك عزيمه. يبقى هتكلمني وهتكملي ولا لا؟ مش دعوه، احنا دلوقتي بنتعلم الايجابيه، مالناش دعوه بالناس الوحشه دي. ما تقوليش على نفسك كده، صح؟ فاكره الاعلان انت جميل انت امور؟ انت جميله وانت رقم واحد. انت كويسه، انت مالك بالناس؟ يا سلام، مش انا بقول لكم انا بتعلم منكم؟ انتوا رائعين، برافو عليك، تمام؟ ايه كمان؟ كلمي عن النجاح، اتحدثوا عن النجاح، اجذبوا الناجحين لحياتكم، دايما قولوا احنا ناجحين، وشوفوا الناجحين وشوفوا عملتوا ايه؟ شوفوا صور الناجحين، مشوا ازاي وكملوا ازاي؟ لما تتكلم عن النجاح هتكون ناجح، لما تكون في بيئه ناجحه هتكون ناجح. تجنب الناس اللي هي محبطه واللي يقول لك انت فاشل. يعني انت مثلا جاي تحضر محاضره في التنميه البشريه، بتحضر محاضره زي دي، واحد يقول لك ايه؟ محاضره ايه يا عم اللي انت رايح تحضرها؟ تعالى نقعد على قهوه، تعالى نقعد نشرب حاجه، تعالى نتفرج على فيلم، تعالى نخش نعمل اي حاجه في اي حاجه، وسيبك من الكلام الفارغ ده. تفتكر مين المستفيد؟ انت ولا هو؟ حصل الحال احبطه، عملت انت ايه؟ هل سمعت كلامه؟ لو انت سمعت كلامه مش هتعمل حاجه بالظبط. وبعدين حاجه تانية، انت برافو عليك يا احمد بصراحه،
تخيل نفسك ناجح، لازم تلمس حلمك وتشوفه. احمد زويل كان كاتب على الغرفه بتاعته دكتور احمد زويل، وما كانش بيسمح لحد غير ان يدينه ان هو دكتور احمد زويل. مظبوط ولا لا؟ تخيل نفسك ناجح وحس ان انت ايه، دوق حلمك والمسه وحب نفسك. تمام؟ خليك دايما، واحنا كلنا انت ثانيه واحده بقى، خلينا نرجع لاحمد تاني. لا يا احمد، هو فرق عنك ايه؟ هو انسان ليه عقل وانت انسان ليك عقل. طالما حد نجح انت تقدر تنجح، هو فرق عنك ايه؟ فرق عنك ايه؟ انت حتى اسمك احمد زيه. فرق عنك إيه؟ انت مش بني ادم ربنا خلق لك امكانيات، ايه رايك ان انت ممكن تكون احسن منه؟ لا، ما كانش بيشرب الكتب، كان عنده اراده، كان عنده حلم، وكان عنده عزيمه يا احمد. بنميها بنميها. نعم يا استاذ ابراهيم، معلش لحظه هنرد بعد. اتفضل. انا اللي بقدر انمي قدراتي ومواهبي. طالما حد قدر ينجح وطالما حد قدر يوصل يبقى انا اقدر. لازم اتعلم من سير الناجحين وابقى عامل زيهم، بس ارادتي. اللي بيخاف سهى، انت مش كنت معانا الاول المحاضره يا سهى؟ هزعل منك. اللي بيخاف من المرض يا سهى، احنا انا قلت لك ده الست مرضت جالها نفس المرض، خافت جالها نفس المرض يا سهى. اخاف ليه لما اكون بامر الله؟ لما كل بإرادة الله معي طلاق، أخاف ليه؟ كل من سودان إلا ما كتب الله لنا. صح؟ ليه يا سوء خاف؟ الناس دي داخل، الناس اللي ما احنا عملنا التمرين يا سوء وشفنا احنا هنشيل ازاي ونبرمج نفسنا ازاي يا سوء. هرجع لك تاني يا سوء ونشوف احنا ازاي نمشي على خطوات نشيل من دماغنا الأفكار السلبية. اتفقنا؟ ده تمرين يا سوء بيتعمل 14 يوم. ليه البرمجة؟ اتفقنا؟ طيب. نكمل المحاضرة. بصوا بقى معايا كويس قوي. ركزوا. شايفين لما بفكر بسلبية، ده واحد بيفكر بسلبية وواحد بيفكر بإيجابية. تحبوا تكونوا مين؟ ركزوا معايا في المحاضرة. وركزوا في السلايد ده بالذات. يا ترى احنا نحب نكون الجزء الاحمر ولا الجزء الازرق؟ وتخيلوا لو انا بفكر التفكير ده، انا شايف ان انا مش محبوب من الاخرين. ركزوا ركزوا عشان تعرفوا. وزي ما قلت انا هرد على استفسار كل واحد فيكم بعد ما اخلص المحاضره نفسها. يمكن تلاقوا رد في اللي انا بقوله. انا شايف نفسي مش محبوب. المحاضرة كلها بتتسجل وبتنزل، تقدروا يعني تشوفوها تاني بعد ما بخلص. وهنا شايف ان الناس بتقدرني. طب انا شايف انا هنا ان انا جاي فشل، لكن انا بعمل اللي اقدر عليه. ده التفكير الايجابي. شايفين التفكير الايجابي؟ انا بعمل اللي اقدر عليه. هنا انا حاسس باليأس والعجز. لا، هنا انا عارف ازاي اسيطر على الامور. مركزين معايا يا جماعه؟ انتوا مركزين معايا؟ تمام، تفاعلوا معايا كده. هنا انا برمي كل حاجه للطفوله. الطفوله سبب تعاستي. انا مش عارف اعيش بسبب ان هم قهروني وان هم بيشبطوني وان هم دايما شايفيني ان انا فاشل. لا، انا هاخد كويس من طفولتي واقول انها ساعدتني ان انا اتربى واتعلم صح، وانا فخور باسرتي. دايما انا شايف انا الخاسر، انا لوزر، انا مش انا فاشل ومش هحاول مره ثانيه. لا، انا هنا فايز وهحاول وهستمر. الناس كلها علنية وعايشة لنفسها. أنا كمان هعمل كده زيهم. لا، بالعكس، أنا لو اهتميت بالناس وبدلتهم مشاعرهم كنت كويس أكون أحسن. دايما الأمور سيئة ونظرتي دايما سيئة للناس، نظرتي سيئة. طب احنا ممكن نأجل اللينكات بعد المحاضرة عشان ما تشتتش الناس. هنزل كل اللينكات دي بعد المحاضرة بعد إذنكم.
شفتوا بقى هنا؟ بصوا السلايد ده كويس جدا وشوفوا الفرق، ايه اللي بيخليني نكمل وايه اللي بيخليني ما كملش. شايفين التفكير بسلبيه يعني ممكن يحطم لي حياتي كلها ويخليني محلك سر ما بعملش اي حاجه، والتفكير الايجابي بيخليني اللي اكمل. واضحه؟ واضح السلايد ده ولا مش واضح؟ واضح؟ تمام؟ في أي استفسار في الجزئية دي؟ رائع، نكمل. بالإرادة يا إمام، أنا عاوز أكون إنسان إيجابي. إحنا دلوقتي بنتعلم نكون إيجابيين إزاي في حياتنا، بنتعلم الإيجابية، بنتعلم إزاي نكون إحنا أحسن. جدد حياتك، ما تخليش نفسك في رتابة وفي ملل. اعمل حاجة جديدة، شوف حاجة جديدة تعملها، شوف حاجة تكون مختلفة، شوف حاجة تكون فريدة من نوعها، دخل على حياتك الطعم الجديد. العب رياضة، اقرا كتاب مختلف، اتعلم حاجة جديدة، اتعرف على ناس جديدة، سافر. بإمكانياتك تقدر تعمل حاجات كتير. فاهميني؟ ايوه، اطور هواياتي، اطور من نفسي، ادخل حاجه جديده في حياتي، اجدد حياتي، اخلي بقى طعم كده، اخلي استمتع بحلاوه الحياه. تمام؟ شارك الناس. الحياه من غير الناس ملهاش معنى، الحياه الحلوه من غير الناس ملهاش معنى. ان انا اشترك الفرح واهتم بالناس واكون اجتماعي، دي احلى حاجه في الدنيا. صح ولا لا؟ في حد يقدر يعيش لوحده؟ محدش. لا مش ممكن لوقت معين، لكن في نفس الوقت غصب عنك هتروح تبدأ للناس. صح يا استاذ محمد ولا لا؟ مش كل الوقت هتحب تعيش لنفسك، بالعكس هتدور على حد، هتلاقي نفسك زهقان تنزل وسط الناس، ان شاء الله تمشي وسطهم. بالعكس، المشاركه احلى ناحيه الدنيا، مشاركه فرحك حزنك كل حاجه. بالعكس، بلاش النظر التشاؤميه دي، بلاش النظر التشاؤميه دي. بالعكس، انت عمرك ما هتقدم دخل لحد ويكرهك. انت هتسيب اثر ازاي كويس بعد مماتك وبعد حياتك، والناس تجيب سيرتك بالخير اللي كنت انت مشاركهم وبتحس بيهم بألمهم بأوجاعهم. انت من الناس اللي لازم تشوف اللي اقل منك، على فكره ان من الناس اللي لازم تندمج مع الناس، ما تكونش لوحدك ابدا. كونك لوحدك هيحبطك ويقلل من عزيمتك، هيحسك بالحزن والخوف، مش هتحس بحلاوه الدنيا. ليه لوحدك؟ وليه تقل نفسك؟ وليه تعيش لوحدك؟ ما يمكن حد محتاج لك. ما فكرتش ابدا ان في ممكن حد يكون محتاج لك؟ مش محتاج لك ماديا، محتاج مجرد تواجدك، انك تسعد حد. صح ولا لا؟ وحدي غصب عني اخلق لنفسي جو يا اسماء. اسماء ما حدش بيعيش لوحده. ليه بالاستغلال؟ ليه؟ انت اللي بتسمح للناس تستغلك. اسماء ابسط شيء، انزلي روحي مستشفى السرطان يا اسماء كده، وتطبعي على كتف ام ابنها بين الحياه والموت. لقيتي لوحدك يا اسماء؟ خلقتي نوع من الموده والرحمه بينك وبين الست دي ولا لا؟ انزلي كده روحي دار مسنين، تشحط طبطله بس على كتفها وتبوسي راسها. مش مؤقت. بتخلقي جو من الناس، هتلاقي حد في يوم من الايام يرفع عليكي السماعه ويقول لك ازيك. يبقى هتكون اجتماعيه، خش في نشاط، اتعلمي رياضه. اتعلمي رياضه، اعملي اي حرفه، انزلي وسط الناس، حبي الناس هتحبك. لا يمكن ابدا. شوفي انت هنا، انت بعد المحاضره دي مثلا هتتعرفي، ممكن تتعرفي على تتكلم، بقيتي اتعرفتي على حد جديد ولا لا؟ اتعرفتي على اي حد من الموجودين؟ خلقتي نشاط اجتماعي لنفسك الجديد. اللي عايز يبقى لوحده يبقى لوحده، واللي عايز يبقى وسط الناس يبقى وسط الناس. انت شاركتينا دلوقتي ولا لا؟ انت في مشاركه معانا ولا لا؟ صح؟ بالظبط. احنا اللي بنخلق نفسنا جو الوحده، واحنا اللي بنخلق نفسنا الجو الاجتماعي.
خطط للنجاح طول ما انت بتفكر. يا سلام على استاذ احمد، ممكن انا بحييك جدا، انا متشكره قوي قوي، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، في امان الله يا استاذه سعاد. طيب الله يكرمكم يا رب. خلينا نشوف ان احنا نخطط للنجاح. نخطط للنجاح ازاي؟ دايما انا لو بخطط للنجاح هبقى مشغول بمستقبلي، مستقبلي انا بخطط للنجاح، انجح في كل شيء واي شيء، انجح في حياتي، انجح في شغلي، انجح في علاقتي بربنا، انجح في علاقتي مع اهلي، مع اصحابي، في رياضتي، في هوايتي، انا انسان ناجح. فما فيش مجال للخوف يخش في قلبي وفي عقلي خالص، صح ولا لا؟ تمام. ماشي يا شباب، هايلين. حب نفسي، محدش هيحبك الا لو ما حبيت نفسك، ربنا خلقنا وابدع، ابدع في تصويرنا. حب نفسك، حب نفسك عشان الناس تحبك، حب نفسك لانك تستاهل انك تتحب. كل واحد فينا، لا مش غرور، مش غرور. ليه يا نبيله؟ نبيله هاتي ورقه وقلم واكتبي احسن ما فيكي واسوأ ما فيكي، هتلاقي نفسك في حاجات كتير قوي تتحب. من اول ما بتقولي الصبح بتقولي ماما صباح الخير، انت ايجابيه، يبقى انت انسانه كويسه. بصي ابسط شيء، ابسط شيء، لا ما تبكيش. تبكي ليه؟ ليه تبكي يا حبيبتي؟ ليه الدنيا ما تستاهلش البكا؟ بالعكس، ليه؟ حبوا نفسكم، ربنا بيحبكم، ده ربنا بيحبكم، حبوا نفسكم. في احلى من ربنا؟ بالظبط، ده انت لازم تلاحظي فيه فرحه. ربنا بيحبنا، نحب نفسنا احنا ولا لا؟ ربنا اللي احلى من الكل واحسن من الكل بيحبنا. سيدنا محمد شفعنا يوم الدين وبيحبنا، احنا ما نحبش نفسنا؟ طب انا وانا بحبك في الله وبحبكم كلكم في الله، يبقى بنحب بعض كلنا ولا لا؟ يبقى ما تحبيش نفسك ليه؟ بالعكس، ابدأي بنفسك، الناس هتحبك. بس كده، دي سهلة خالص. الابتكار، الابتكار، الابداع بقى. نطلع نفسنا كده من الجمود كده ونتخيل ان احنا بنعمل شيء جديد. شايفين شكل اللمبه الجميل ده؟ بصوا، شايفين؟ شايفين؟ هضحكوا على حاجه. وانا قاعده في يوم بصيت لقيت اختي منزله فيديو ان انا ازاي استغل التيشيرت ده واعمله شنطه. ما كملتش الفيديو، ما خدتش بالي من كلمة تيشيرت قديم، رحت على أول تيشيرت ورحت واخداه ومقصقصاه وعملت شنطة. عارفين التيشيرت ده بتاع جوزي، ده بيني وبينكم يعني. طبعا ما سأل عليه بعد كده، أنا عملت نفسي من الهند وما أعرفوش، ما شفتوش، وخليته شنطة. وطبعا حتى الشنطة طلعت بايظة. وعملت حاجه جديده ومختلفه. تمام. طبعا هو الى الان بدور عليه الراجل ومش عارف هو فين، والحمد لله انه مش موجود ومستمع المحاضره بتاعتي دي. اخترعت وعملت حاجه جديده وخلاص، ورزقي على الله، ومخبياه وكل شويه اطلع افكر ايه الابتكار واعدل عليه واحط حاجات كويسه واشيل حاجات واحط حاجات واحط زراير ومدلع على الشنطه دي اخر دلع.
لا مش موجود طبعا، دورت بريئة جدا. اللي بيدور معاك على حاجة بقى هو ده اللي مخبيها بالمناسبة. خدوها حكمة، خدوها حكمة اللي تلاقيه متشاهل كده ومين معاك على حاجة هو مخبيها. هو سبب في ضياعها، هو واخدها برمى عليها. يعني وانا في حماس والى الان بدور، وهمت من اخواني اللي خدوا وسرقوا، يعني الله يسامحني بقى، جبت الراجل مصيبه. تمام. حته كده بس ايه. اوكي. طب الابتكار بيخلينا نطلع من حاله الملل وحاله الجمود والحاله المود الباد مود اللي بيبقى بيتغلب علينا، ويخلينا ان احنا كده لزاز يعني، ونخرج عن الجمود اللي في حياتنا. دايما نبدا ودايما نشوف الجديد ونسعى ونخرج كده، نخلينا مغامرين، عندنا مغامره. مش ابتكار بس ان انا اصنع اشياء بايدي، ممكن اطلع رحله كده غريبه. والله اشتريت اتنين بس ضميري برضه بيأنبني لغايه دلوقتي يا رب، مش عارفه اعمل ايه. خلاص بقى العوض على الله. اعمل ايه؟ هو ده بس كده. ان انا اطلع رحله، ان انا اعمل اي حاجه، ان انا اعمل شيء جديد مختلف، اكثر الجمود اللي في حياتي. بلاش الوتابه كده. جميل قوي يا نبيله، برافو عليك. مش مشكله بقى انها تتحمل، في حد هيجيلك في حياتك يتحمل اكل غصب عنه، برافو، مش مشكله. وهي يعني انت بتعملي كده، ممكن الرجاله كمان تجرب. بالظبط. لا الملاهي دي والله لما يموتوني مش هروح. شفتوا بقى الصدق، كونك صادق مع نفسك، كونك واثق في نفسك، واثق في امكانياتك، يبقى انا مش خايف. يا سلام. صح، مش احنا قلنا الثقه بتساوي الصدق؟ برافو برافو احمد، مذاكر معايا كويس ومصحصح معايا كويس قوي، برافو عليك، برافو. هايلين، وشوفها كلام ممتاز، كلكم رائع. الثقه هي الصدق طبعا. هخاف من ايه؟ انا واثق في نفسي وامكانياتي وخايف من ربنا، مش احنا اتفقنا على كده؟ الثقه بتساوي صدق. كل انا واثق من نفسي، واثق من امكانياتي، واثق في قدراتي، واقف مع نفسي واقفه صح، هبقى صادق، وبالتالي الناس هتبقى ايه؟ تصدقني وتثق فيا. مفيش خوف. جميل؟ في وصفه صغيره انا لقيتها للخوف. ايه رايكم نشوفها سوا؟ الوصفه دي جميله قوي يا جماعه. يا ريت كلنا كده نركز فيها. وصفة جميلة وبإيدينا، مش هتكلفنا حاجة خالص. وصفة ربنا أنعم علينا بيها. وصفة ما لقيتش أجمل منها. كل الكلام حلو وسهل بس نطبقه. كلنا مستعدين نشوف وصفة لعلاج الخوف؟ معايا؟ صلاة. متخيلين إن أنا آخد سجادتي كده وآخد ركن واقول يا رب واركع واتذلل واخشع واقول يا رب انا خايف، احميني بقدرتك وبعزك وبدلالك وتخلى عني. لما تلاقي نفسك خايف والحاله جات لك كده ومش قادر تسيطر على نفسك، صلي ركعتين وادعي ربنا كده من قلبك، عمر ربنا ما هيتخلى عنك عمره، لاني قلت يا رب ولجأت له. دي اول حاجه. تاني حاجه، ادعي، توسل، ابتحل، قل ادعوني يستجب لكم، هيستجيب لك ربنا، هيستجيب لك. اول ما تقول يا رب هيستجيب لك وينزل الخوف من قلبك وتعيش في امان وفي سعاده. ربنا بيذل، الرحمن بيذلك بذله، صح ولا لا؟ ذكر الله
دايما مع نفسك. تتخيل لو انت بتقول الاذكار انا بذكر الله تطمئن القلوب، الاذكار ليل ونهار على لسانك بتستغفر ربنا وبتقول يا رب ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، دايما على لساني قلت يا رب. احفظ الله يحفظك، انت في معيه الله، انت طول ما انت ماشي ذكر الله والله دي بالدعاء على لسانك هتعوز ايه اكتر من كده؟ هتقول استغفر الله واتوب الى الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله وتخاف؟ بالظبط يا استاذ محمد، يا سلام. والاذكار وفي بعد كده احفظ الله يحفظك، قلت يا رب لوحدها تزلزل كل حاجه. واخيرا احسن الظن بالله، انا عند حسن ظني عبدي بي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. احسن الظن بالله فالله خير حافظ. يا جماعه احسن الظن بالله، من غير ربنا احنا ما نسوى شيء. صح ولا لا؟ محتاجين دكاترة احنا؟ محتاجين حد يعمل لي جلسات ويديني أدوية؟ محتاجة حد يقول لي أعمل إيه وإن أنا طبيب نفسي؟ أنا أقدر بس أقول يا رب وتوكل على الله ونعمل اللي احنا اتفقنا عليه يا جماعة. صعبة؟ مين لسه خايف؟ مين لسه شايف إن الخوف ما قدرش يتغلب عليه؟ مين لسه شايف إن الخوف في ده ليه أساس؟ ها الله عليكم، الله عليكم. هستأذن الدعم قبل اي حاجه، ينزل لي بس الاكونت بتاع فيسبوك عشان الناس تتواصل معايا. ممكن طبعا طبعا ورائعين. انا عارفه ان انا طولت عليكم جدا وانا بعتذر والله ان انا خدت وقت زياده وطولت عليكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم حاجه كويسه او حد ممكن تفيدكم. زي ما قلت لكم انا مش مختصه، مش دكتوره، حاولت قدر المستطاع كانسانه ان انا اغطي يعني ايه خوف وجوانب الخوف، وان احنا يعني ده لان انا نفسي جربت. الله يبارك لك يا رب. ان انا جربت ازاي انا اتجنب الخوف وحواجز الخوف وكسرت. طب ان شاء الله هتقدر يا استاذ احمد، هتقدر. ده الاكونت بتاعي اللي حابب يتواصل معايا فيما بعد، يشرفني ويسعدني وببقى سعيده جدا بتواصلكم معايا. ابدا خالص، بالعكس ما حدش بيتعبني. قمه المتعه ان انا اتواصل وان انا افيد ولو واحد بس من عشره واغطي اي جزء من مشاكلكم، ده بالنسبه لي متعه. زي ما قلت لكم انا بستمتع جدا معاكم، بالعكس يعني انا بحب يعني دايما اقول شكر للناس اللي علمتني انها ادتني فرصه ان انا افيد غيري. دي الفايده، بالعكس كل اساتذتي الاجلاء انا بقدرهم وبحترمهم انهم ادوني الفرصه ان انا اكون بس سبب في ان انا ممكن اقف مع حد. وبرضه بشكر الدعم الفني اللي انا تعبتهم جدا معايا وبيعملوا معايا مجهود جبار من اجل المحطه. اضرب يوم كمان اتغلب على الافكار سهى، الافكار انا اللي بصنع الافكار، انا اللي بصنع الافكار. خلينا نرد على سؤال، انا اللي بدخل الافكار السيئه في دماغي، ابرمج نفسي ان انا ابعد عني الافكار السيئه، واقنع نفسي ان الافكار دي وهميه، انا اللي صنعها، انا اللي خالقها بايدي، ملهاش اي اساس للصحه. حاضر يا اسماء، لحظه خلص سؤال. لازم اقنع نفسي واقعد افكر الافكار دي حقيقيه ولا وهميه؟ ليها اساس من الصحه ولا لا؟ دايما اطلع نفسي بره الصندوق وافكر واركز واشوف ده صح ولا غلط؟ ده ضدي ولا معايا؟ تمام؟ وبرمج نفسي وادرب نفسي زي ما قلت لك، اتعلمي الايجابيه في حياتك يا سوء.
طب أسماء اتفضلي يا أسماء. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب، يا رب انصر مصر سوريا يا رب، اللهم آمين. يعني ايه اسماء؟ معلش انا 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 واحده واحده بعد اذنكم نسمح لاسماء. يعني ايه الحاجه ما تكونش معايا؟ مش فاهمه يا اسماء بصراحه. اللهم امين. سهى انا اسماء انا مش انا، الله يخليك اسماء، انا عايزه افهم يا اسماء معنى، يعني مش واضح بالنسبه لي سؤالك، مش فاهمه. لا احنا مش هنقول على لسانها، استني يا هند لما نسمعها. شغل مثلا او زواج او اي شيء. اتفضل تمام كمل. تجذبي ليكي الافكار الجيده مش الافكار السلبيه. دلوقتي انت بتقولي ايه؟ انا عايزه اشتغل. لان افترض انت مثلا بتقولي انا بتفكري في شغل مثلا، خلاص يعني ايه تكوني ما تكون معاكي فلوس مثلا تسعي تسعي السعي. شوفي انا عايز اقول لك على حاجه، اي شيء مش هيتم، احنا معناش فلوس. لا واحده واحده، ممكن نستنى نخلص اسماء وبعدين هنشوف محمد عاوز يقول ايه. طيب بصي اسماء، كل حاجه في النهايه بالتمني، في وضع التمني فقط ملهاش معنى، لازم احققها فعلا على الواقع. كوني ان انا عايز يكون معايا فلوس مش من الهوا، مش هبعت الفلوس يطلع لي فلوس، لا هسعى هشتغل هعمل لنفسي هدف واحققه واجزء الهدف ده، واجزء الهدف ده واشوف انا عايز اعمله ازاي ويبقى عندي رؤيتي صح وما استعجلش. احنا بنستعجل، لازم نعمل كل شيء بمتعه، كل شيء بفن برواقه. وحوصل النهارده معايا جنيه، بكره هيبقى معايا 2 بورد، وهيبقى معايا 10. متخيله المليونيرات اللي في الدنيا دول اتولدوا كده؟ لا سعوا وتعبوا وشقيوا عشان يوصلوا. لازم يكون انت عندك التوكل على الله والنيه الايجابيه وتجتذب الناجحين. لا 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 لا، في ناس نجحت في البلد دي، وفي ناس بقى معاها فلوس، وفي ناس بقى معاها شغل، وفي ناس بقت ناجحين. انت مش انت اقل منهم فين؟ الناس ما فكرتش زيك، ده الفرق بينك وبينهم، ان انت ما بتفكري سلبيه. تاني فكرت 999 مره زي توماس اديسون من اللي عمل الكهرباء؟ لا جربي تاني. انت عندك كام سنة؟ انت عندك كام سنة يا اسماء؟ الفشل احنا اللي بنعمل ايه 27 سنة يعني؟ في ناس قالت حتى العملية عندها 50 سنة يا اسماء. اتحركي، اعملي شيء، غيري طريقة تفكيرك. انت تفكيرك كله غلط. اقعدي مع نفسك قعدة صراحة وشوفي فين في ايه الغلط اللي انت بتعمليه، صح ولا لا؟ هرد عليك يا محمد. محمد لا يا احمد، ساب البلد عشان هو ما استاهلش يكون في البلد. احنا اللي بدينا نغير البلد. انت فرق بيننا وبين الناس الثانيه الجهله. لا ده مش واقع، احنا اللي بنعمل الواقع بنفسنا. في ملايين عايشين في البلد وبيحبوا البلد وعايزينها تكون احسن. بص بس الناس اللي حققوا حمله تبرع عايزين ننقذ البلد، كام واحد اتبرع؟ انا ما بحبش النظره التشعبيه ابدا. خلينا نرد على محمد، بيقول ان هو اول مره بيقابل حد ما بيبقاش قادر. بص يا محمد انا ما بحبش كده، ما بحبش كده. احمد زويل لا حول ولا قوه، ورجع عشان يفيد بلده، رجع عشان يفيد بلده. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ طب انا كنت بره بلدي وعملت المستحيل عشان ارجع لبلدي، فيها صعوبات. النجاح نجح وكان ممكن ينجح هنا، هو ربنا كتب له النجاح هناك عشان يتعلم اكتر ويفيدك هنا اكتر. كل شيء معمول بحساب. لو ربنا كتب لك انك ترجع هيبقى عندك حلم انك ترجع عشان تفيد الناس. ان ربنا بيسخر لنا حياتنا بطريقه معينه علشان نعمل هي حاجه للتانيين. طول ما احنا نفسنا بنبص لنظره تشاؤميه البلد ومتفننين من وضع البلد ومن وضعنا، وان احنا مصريين نستحق لينا حاجه علينا واحنا نقدر نعمل حاجه، اكبرنا ما هنعمل حاجه.
لا غيرلهم مقاومة حتى يغيروا بقى أنفسهم، طول ما أنتوا لابسين النضارة السوداء والبلد ما تستحقش، واللي بيسافر بره بيبقى أحسن، هتفضل طول عمرها ما تستحقش. يا أستاذة هاني قالت لكم أستاذ دكتور إبراهيم الفقي، وأنت المسؤول عن أفكارك، وأنت المسؤول إنك تبقى ناجح ولا لأ، وأما تمدح بره بلدك أنت ما نجحتش. امدح تمدح بره، تمدح بره وتيجي وتيجي جوه، بلد محتاجاك دلوقتي اكتر من اول بكتير، محتاجه لعقول نظيفه، محتاجه لناس كويسه، محتاجه عندها همه وعزم وصبر وقدره على النجاح. اللي بيمدح بره يمدح جوه، بالعكس النجاح بره اصعب لان انت مغترب. الله يكرمك يا صبري، متشكرة جدا، أنا ناجحة بيكم. اللي هيفضل لابس نظارته سودا هو اللي بيلوم نفسه، هو اللي بيأذي نفسه. على فكرة يعني، على فكرة إيه، أنا المسؤولة، أنا اللي أقدر أحدد أكون ناجح ولا مش ناجح. والتعميم اكبر غلط، ان في فعلا ناس نجحت وقدرت ووقفت ووصلت. انا مش فاهمه انتوا ليه مضيقين النظره، يعني ليه مضيقين النظره؟ ليه شايفين بس تحت رجليكم مش شايفين الدنيا اوسع؟ كل ان انا عديت بتجربه فشلت فيها يبقى انا خلاص فشلت؟ طب بس في ناس تانيه نجحت عشان عندها اصرار، في ناس عملت حاجة ونحطت في الصخر. انتوا فاكرين طريق النجاح سهل؟ لا، صعب قوي. الإمام النابلسي قال لك كلمة، الفشل إما إنه سلم إما أن ترتقي به أو تهبط به. أنت وحدك اللي قادر تحدد، أنت لوحدك اللي قادر تحدد تفشل أو تنجح. ده أنا أعرفه، بإيدك، مصيرك بإيدك، مصيرك بيدك، إما أن ترتقي بي إما أن تهبط بي. اختار، تطلع ولا تنزل؟ اللي عايز يطلع يطلع، واللي عايز ينزل ينزل بقى. لازمتنا احنا ايه؟ لازمة ان انا الواحد قاعد 3 ساعات بيقول ويتكلم ويوعي الناس ايه؟ لو الناس دي ما طلعتش وعت الناس التانية. كل واحد فيكم، احنا 50، لو ال50 دول طلعوا قالوا ال50 زيهم، وال50 قالوا نفس ال50 نفسهم، هنعمل قاعده من الناجحين. انتوا بتتكلموا ازاي؟ بتحضر ليه لما انت شايف ان مفيش فايده من النجاح، مفيش فايده، وان انت هتفضل فاشل طول عمرك؟ ايه لازمته؟ حد عنده سؤال تاني؟ عشان الوقت بتاعنا. محمد اتفضل يا محمد. محمد، الارواح جنود متالفه يا محمد، دي ممكن تكون القبول من عند ربنا، انت ممكن تكون فعلا مش قادر تتواصل معاه، يعني في ناس فعلا بيبقى فيه لينك اتصال معاها صعب، لكن انا شايفه انك انت تدي فرصه، تدي فرصه لغيرك. ما هو انت ممكن تخيل نفسك لو في المكان التاني، لو حد قال لك انا مش قابلك مش حبك، هتبقى زعلان ولا لا؟ ولا ده بيحصل صفة عامة، ولا في بعض الناس دايما ما بترتاحلهاش؟ خلينا نسمع محمد يا جماعة. بعض الناس يبقى ممكن ما يكونش فيه تآلف، ما يبقاش فيه راحة نفسية، هو مش على نفس الدماغ بتاعتك، مش على نفس شخصيتك وأسلوبك في حياتك، دي حاجة من عند الله، الراحة والقبول من عند الله. طبيعي ده بيحصل على فكرة في الحياة، مش لازم تحب كل الناس. صح؟ لا، ما اصل دي حاجات امكانيات نفسيه، يعني انت مش هتقفل على نفسك لمونه يعني مثلا؟ لا، التعامل هيبقى بسطحي. يا جماعه ندي فرصه لكل سؤال لوحده. محمد استنى يا محمد، انا هسمعك، خليني ارد على محمد الاول. بص يا محمد، في حاجات بتجبرنا الناس لازم نكبر نحن نتعامل معاها. هنتعامل معاها بصفة سطحية،
تمام؟ بس محمد التاني معلش اسألني، انت بتقولي انت في تجارة انجليش، اتفضل يا محمد كمل سؤال. يلا يا محمد انا مستنيك. انت يلا كمل يا محمد سؤالك، انت بتقولي انا في تجارة انجليش، اتفضل. حلو، روح سنة تالتة اتفضل. هاي تفكر كده، انت عاوز تكون ايه يا محمد؟ يعني انت حابب تكون ايه؟ انت شايف نفسك محاسب، ولا شايف نفسك عايز تخش اداره اعمال، ولا حابب تكون ايه؟ تمام، شوف انت حابب تكون ايه، متخيل مستقبلك هيكون احسن واجدف ايه. هل انت لا اقعد فكر، مستشير واستخير يا محمد. يعني انت لما تلاقي نفسك في حيره شديده استشير واستخير، شوف اساتذتك، شوف اصحابك، شوف الناس الاكبر منك، تمام؟ شوف الناس الاقدر منك واستخير ربنا. مش ربنا قال استخيروني؟ استخير، لا استخير ربنا، ولا هيدين لك للاحسن اكتر، واستخير اللي حواليك، اكيد هتكون مميز في حاجه احسن، هتكون احلى في حاجه اكتر. انت ممكن تكون فعلا حلو في الاثنين، بس هتكون احلى في شيء اكتر. شوف انت قلبك مليان ايه كمان، استفتي قلبك واستفتي لله. هي المحاسبه طبعا ليها مجال اكبر. اتفضلي يا نبيل. انت قناعتك ايه يا نبيل؟ نبيلة سيبك من الناس، انا ماليش دعوه بالناس، انا عايزاكي يا نبيلة تشوفي انت من جواكي مرتاحه ولا لا، تعبانه من الناس ولا انت نفسك مرتاحه؟ يعني انت نفسك كنبيلة بره الناس دي خالص، مقتنعه بمكان شغلك ولا مش مقتنعه بيه؟ لو انت مقتنعه مالكيش دعوه بحد، هتحققي نجاح وتوصلي فيه؟ لا. كنت مقتنعه بالناس اللي اثرت عليكي؟ طب انت دلوقتي محققه تقدم ونجاح ولا لا؟ الناس اللي حواليها دول اهل ثقه ولا لا يا احمد؟ هو اي حد استشيره برضه؟ الكلام ده انا عايز اقول لك على حاجه، خدي اجازه يومين وعيني تقييمك، شوف انت قادره تستغني عن شغلك ده ولا لا؟ شوفي انت حياتك هتقدر تمشي من غير شغلك ده ولا لا؟ وفكري كده تاني واستخيري ربنا. تمام؟ ليه ما تقدريش تعيشي بره ليه؟ ولا سافروا وعاشوا بره حصل لهم ايه؟ وهل انت عندك فرصه هنا ولا هتسافري بلا هدف يا هند؟ انا ما قلتلكيش في دي، انا قلت لك خدي اجازه يوم واحد حتى. تمام؟ طيب معلش عشان احنا الوقت بتاعنا خلاص وانا طولت عليكم، معلش الدعم لاخر مره، نزلوا الاكونت بتاعي، واللي عاوز اي حاجه اللي متواصل مع بعض على الفيس. ممكن يا جماعه اجازه يوم يا نبيله، مش هيحصل حاجه في الدنيا والله، اجازه يوم واستخيري ربنا وفكري كويس كده، ومالكيش دعوه بحد، سيبك من سخريه الناس. ممكن يا جماعه بعد اذنكم الدعم استاذه مريم، كتر خيرك، انا بشكركم وهتواصل معاكم على الفيس، هتواصل معاكم على الفيس تاني كلكم، اللي محتاج اي حاجه انا معاكم في اي وقت. وسعيدني جدا، ابدا ابدا هتكلم معاك يا نبيل، بالعكس بالعكس هتكلم معاك يا نبيلة على خاصة لان واضح الموضوع بتاعك كبير شويه. وانا يعني مبسوطه جدا اني كنت معاك واتمنى ان انا اكون فدتكم. حاضر، واتمنى ان انا اكون ضفتكم بشيء ولو بسيط جدا، وساعدتكم ان انتوا تتخطوا حاجات بسيطه. وانا سعيده بيكم واشكركم وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم.
هتنزل بإذن الله مع الدعم بإذن الله هيسجلها وينزلها. بإذن الله. لا تحت أمركم. كل سنة طيبين ورب مصر تبقى بخير وتكون أحسن، والمرة الجاية بإذن الله أقابلكم في محاضرة جديدة لينا مع بعض، نازل إن شاء الله 3 محاضرات. في منهم 2 جنيه بإذن الله. في التأثير والإقناع هتكون في آخر الشهر بإذن 1 أحد الجدول نازل، وهتابع معاكم، وأي استشارة تحت أمركم. متشكرة ليكم وربنا يكرمكم وأشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.